أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا من الحياة. الحلقة النهاردة يعني قررت أن أنا أعملها عشان كمية الأسئلة اللي جات لنا الحلقة اللي فاتت، وخلال الأسبوع اللي فات جات لنا أسئلة كتيرة قوي قوي عن الغربة أو رحلة الغربة ومن أين نبدأ. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن إزاي نعمل كريدت أو نبني كريدت أو السكور كريدت بتاعنا يبقى عالي، ازاي، ايه المشاكل اللي بنتعرض ليها، الكريدت كارد ايه مشاكله، ايه مميزاته في وقت من الاوقات. اتكلمنا عن الناس اللي بتيجي المفروض تعمل سكيور كريدت، اتكلمنا عن كمان حاجات للبنفيت الناس اللي بتيجي ولسه ما ابتدتش تشتغل، وايه البنفيت او ايه المميزات اللي ولايه كاليفورنيا بتوفرها لها. اتكلمنا عن حاجات كتيره، لكن كمان جات لنا اسئله، انا جمعت الاسئله دي وهنناقشها النهارده. وكمان عندنا اسئله تانية هنتكلم عن المدارس وازاي اختار المدرسه المناسبه لابني او لبنتي، وهنتكلم عن الجامعات، وهنتكلم عن القروض للجامعات، ونتكلم عن معلومات كتيره جدا. وزي ما قلت في كل حلقه، ده الجزء الثالث من حلقتنا او من المواضيع دي، وزي ما قلت في كل حلقه ان احنا ضيوفنا بيكلموا من خبراتهم، لكن مش ناس متخصصين، لكن انت بتاخد الخبرة دي او بتاخد النقط اللي بنتكلم فيها او النصائح او الارشادات اللي احنا بنقدمها، وتكون بتسيرش او بتبحث عنها بطريقة بروفيشنال او بتحد متخصص، لكن دي هتكون بتوجهك في الخطوات الاولى، لكن مش هتستند او هتعتمد عليها كلية. لكن طبعا ضيوفنا بقى لهم سنين عايشين في البلد، عندهم خبرة كتيرة، أنا بتعلم منهم وهتفيدنا كمان، وبيقولوا معلومات مهمة جدا هتفيدنا وهترشدنا لحاجات كتيرة يمكن مش بنقدر نحصل عليها عن طريق معارفنا أو عن طريق حد، لكن دي هتكون حاجات موثوق فيها، لأن المهم بالنسبة لنا إن احنا نكون بنقدم إجابات لأسئلة عندكم، ونكون كمان بنساعد الناس اللي لسه جاية وما عندهاش أي خبرة أو مش عارفة تكون بتتصرف إزاي، فدي كبداية هتنفعكم. خطوط التليفون كلها مفتوحة من أول الحلقة، أهلا بأسئلتكم. هيكون معانا على التليفون الأخ ألفي، برضو هيجاوب على أسئلتكم الخاصة بالبنفيت والمميزات اللي بتقدمها كاليفورنيا، وإحنا بنتكلم لأن كل ولاية مختلفة عن التانية. كمان في المرة اللي فاتت جات لي أسئلة بخصوص الهجرة أو الفيز أو يجوا إزاي، ده مش موضوعنا النهاردة، لكن هنرتب في حلقة من الحلقات يكون معايا محامي هنا واسألوا الأسئلة دي، لكن النهاردة ده مش موضوعنا. احنا بنتكلم أكتر عن حد جاي، إيه المميزات أو إيه البنفيتس اللي بياخدها، وكمان بنتكلم عن الكريديت، يشتري شغل، المدارس، الجامعات، الحاجات اللي هي ضرورية. لكن حد هيجي، وأنا بتكلم للناس اللي جت أوريدي مش الناس اللي لسه هتيجي وهتيجي إزاي، دي مش موضوعنا النهاردة خالص. ضيوفنا اللي احنا سعداء جدا وانا كمان استفدت جدا منهم واخدت قرارات المره اللي فاتت بعد الحلقه، ولقيتها فعلا مهم جدا ان احنا ناخد بالنا في الكريدت والكريدت كارد والحاجات دي، وركنت الكريدت كارد مش بستعمله خالص. ضيوفنا اللي سعداء جدا ان هم يكونوا معانا في حلقات ومبسوطين ان هم بيقدموا خدمه وبيساعدوا الناس من خلال البرنامج، الأسيس كاتو. أهلا بيكي أسيس كاتو، وزي ما عرفت الأسيس كاتو في كل مرة، هو أسيس وخادم لكن بيزنس مان وبقاله سنين في أمريكا، وربنا مستخدمه في الخدمة ومستخدمه في البيزنس. كمان الأخ مازن بطارسة، وأهلا بيكي يا مازن منورنا. وزي برضو ما قلت الأخ مازن خادم ومرنم، وربنا مستخدمه في أماكن كتير وبنسمعه من خلال الكرمة وفي كنايس كتير، لكن كمان هو مدير كبير وربنا مستخدمه في الاثنين. أهلا بيك وأنا مبسوطة تكونوا معايا النهاردة، وبجد عايزة أقول لكم المعلومات اللي أنتوا قلتوها إحنا بنقول من خلال خبراتكم، بس أوقات الخبرة بتبقى أحسن من لو رحت سألت حد في الشغلانة نفسها. يعني مش بيديني المعلومة زي ما حد اختبرها، زي ما واحد اختبر فعلا المساوئ وإيه المميزات وكده. ففرقت معايا أنا شخصيا جدا، كنت محتاجة لحاجات كتير أن أنا أعرفها، وناس كمان كتير كلموني وعجبتهم جدا جدا الحلقة بالمعلومات اللي حضراتكم قدمتوها.
في كتاب بقرا فيه الايام دي بتاع نيك فوجيتيك اللي هو نو ارمز نو ليجز، ما عندوش ايدين او رجلين. كاتب كتاب اسمه انستوببل، يعني ما فيش حاجه توقفه. فمن الحاجات اللي كاتبها في الكتاب انه بيقول انه لما بتشارك بخبرتك اللي هي painful، الامور المؤلمه اللي مريت فيها وكنت بامور ماديه، بتسبب شفاء للناس اللي مجروحين في نفس الظروف. So I like the statement. يعني yeah, when you share your painful experience you bring healing to others. Yeah. كمان يا أسيس كاتو، الحاجات اللي الناس بتتعرض ليها، ودي اتقالت لي أول ما جيت، إن في ناس وقعت في غلطات بسبب إن هي سألت ناس ودلوها بطريقة غلط. يعني مش دايما بيبقى الشخص اللي بيدي لك النصيحة قلبه عليك، لكن بالعكس ممكن يكون يعني مش عايز غيره ينجح. لكن احنا هنا هدفنا هو إن احنا نكون فعلا بساعد الناس بطريقه حقيقيه، اكيد، لان ده خدمتنا. مزبوط. ودي وصيه ربنا لينا ان احنا نكون بنقدم النصيحه وبنقدم الارشاد وبنهتم بده، يعني والناس فعلا محتاجه، وخصوصا الناس اللي جايه جديد. ربنا يبارككم، انا مبسوطه جدا بوجودكم معايا. طيب انا الاول هقول الاسئله اللي جات لي، وبعد كده هنكون بنتكلم عن الاسئله اللي احنا ما لحقناش نخلصها في الحلقه اللي فاتت. في اخت بتسال ان البيت او العربيه، لو عملت للبيت او العربيه ريفاينانس، هل ده بيأثر على الكريدت؟ اسيس كاتو، هو فكره الريفاينانس لو هيحسن من سعر الفايده او من ظروف اللون الموجود، يعني لو حد مثلا عنده بيت وبيدفع 7% مثلا فايده. طيب ما انا عايزه حضرتك بس الاول تشرح لي الريفاينانس عشان الناس تكون فاهمه. ريفاينانس يعني بيكون حد واخد قرض من بيت بظروف معينه بنسبه فايده معينه، وبيكون ماضي عقد بكده وما ينفعش انه ما يلتزمش بيه. فعلى المدى الطويل لما حد بيشتري بيت، انا بدي مثلا ظروف كاليفورنيا، يشتري بيت مثلا بنص مليون دولار وعلى مدى 30 سنه بنسبه فايده 6 او 7% بيدفع ثمنه 3 اضعاف. فبدل ما بيدفع نص مليون دولار على 30 سنه بيدفع 1.5 مليون. فلو علشان الفايده كبيره. بالظبط كده، عشان مدى طويل. لكن لو عمل ريفاينانس يعني اعاد صيغه اللون او اخذ لون جديد مثلا ب 4%، يبقى في الحاله دي بدل ما بيدفع ثمن البيت 1.5 مليون يدفعه مثلا 1.2 مليون او 1 مليون بس. فعلى المدى الطويل بتفرق جدا. فهي حاجه كويسه لو هيستفيد على المدى الطويل. اوكي. طيب ده في حاله لو الفايده بتقل. انا معلش سوري، انا هسالك كذا سؤال جوه السؤال ده. وهن يعني وصل للاخت دي الاجابه على السؤال بتاعها. لكن لو ده في حاله لو الفايده بتقل، يعني انا عرفت منكم غالبا ان الفايده كانت كبيره جدا. مظبوط. والنهارده الفايده قلت خالص، يعني كانت 7 وكانت 8 والكلام ده كله، النهارده 4 3. مظبوط. هل ده دايما بيحصل كل شويه الفايده بتقل ولا لا؟ ده على حسب ظروف الاقتصاد والكلام ده. ده على حسب ظروف الاقتصاد. بس في سبب تاني ممكن يعمل ريفاينانس. ممكن يكون حد عنده مثلا لون مرتبط بخمس سنين مثلا فايده واطيه جدا، وبعد كده الفايده تعلى جدا، فحلو ان هو يغير اللون ده ويعمل لون ثابت لمده 30 سنه او 20 سنه او 15 سنه. يعني ممكن الاول يقول لك اديك 2% وبعد خمس سنين تبقى 9%. بتزيد بيزودها عليه؟ في بعض انواع القروض كده. يعني ده وهو بياخد القرض ياخد يا اما فايده ثابته طول ال 30 سنه مثلا، لو القرض على 30 سنه. فيكست ريت، فيكست ريت انترست ريت او فاريبل. فاريبل له قوانينه. فبس تعقيب على كلام الاسيس كيدو، فكره اعاده الريفاينانس يعني مرتبطه كمان، او حتى نسبه الفائده مرتبطه بالكريدت ريتنج بالسكور. يعني اذا انت عندك سكور واطي حيعطوك فايده اغلى، اذا عندك سكور منيح بعطوك فايده. اللي هو قد ايه انت ايش السكور بتاع الكريدت؟ 600 700. مرتبط 100% بهاي الارتباط. ف حسنات الريفاينانس اللي هو تنزيل الفايده، بس من واحده من مخاطر الريفاينانس انك انت بترجع المديونيه من اول وجديد. فلنفرض انت ساكن ببيت لمده 6 سنوات،
نزلت انت من 30 سنه ل 24 سنه هتبتدي من 30 لما سنه لما ترجع تعمل ريفاينانس هتبدا من 30 سنه وترد تنزل كمان مرة. الا اذا انت كنت منتبه القسط هيقل القسط هيقل اللي هيدفع لانه انت زدت عدد السنوات وقللت الفائده يعني في لها حسبه يعني انه تحسب هل انت بتستفيد او ما بتستفيد طبعا اكبر عامل للفائده تخفيض الفائده اللي هو انه قديش الكميه اللي بتدفعها لانه هذا اكثر مبلغ بتدفعه انت بالنسبه لمعدل اذا نص مليون دولار عاده يعني اذا عليك ديون نص مليون دولار بجوز دفعتك 3900 دولار بالشهر يعني ثلاث ارباعها فوائد وتاكسز او اكثر حتى يعني بجوز 85% منها فوائد وتاكسز فمرتبط ببعض البعض الفكره الثانيه اللي هي وراء التنزيل انه بي يعني لازم تنتبه جدا جدا لما تشتري البيت طبعا ولا اكثر من الاشخاص يشرحوا لك عن شراء البيت واللونز الموجوده بس اللي اكتشفته انا في اكثر من بجوز 10 15 نوع لون يعني كله بيختلف في الاف اتش اي لون مثلا انت اول مره بتشتري بيت مش ضروري تدفع دفعه اولى كبيره بتدفع 2% او 3% بس ده بيفرق في الانشورنس وبيفرق في الفائده وبيفرق هلا حتى في صار انا بعرف في اللي هو بسموه البي ام اي الانشورنس على اللون يا انه صار يعملوا حتى تسهيلات لانه الحكومه كثير بتتدخل بالامور الاقتصاديه بشكل كبير فمرات بيعملوا تخفيضات مرات بيعملوا طرق انه يساعدوا الاشخاص يشتروا لانه بامريكا من افضل الامور حتى تحسين الاقتصاد اللي هي شراء البيوت وبيع البيوت هذا بيعتبروه انه لما بصير شراء وبيع وفي ضغط على الشراء والبيع بحسن الاقتصاد لانه يعني اللي بصير الناس تستخدم الفلوس اللي عندها على العموم هو هيكون كمان لينا حلقة خاصة ريال استيت وحد من البنك لا ده هيبقى معايا حد من ريال استيت وحد من البنك وهيكون بنتكلم عن الجزئية دي بالتفصيل وخصوصا للناس اللي هم أول مرة يشتروا بيت هيبقى فيه كمية معلومات كتيرة ولو عندكم أسئلة بعتولي على الإيميل fromlife@karmatv.com طيب نرجع لسؤالنا أسيس كاتو برضو الريفاينانس للبيت أو للعربية بيأثر على الكريدت؟ هو طبعا اي حد هيعيد صياغه اللون ده لازم عايز يعرف السكور ايه فلازم يعرف الجيران الكريدت وده هياثر بس لو هيفيد في اللون نفسه اتس جود لكن المشكله اللي الناس بتقع فيها بتروح لاربع خمس بنوك عشان يجيبوا احسن سعر ويملى ابلكيشن ويبعته ويمضيه فكل بنك بناء على الامضه بتاعه الشخص من حقه يجيران الكريدت بتاع الشخص ده عشان يشوف السكور بتاعه قد ايه ففي الحاله دي بيخسر بوينتس كتيره جدا فالحاجه الامثل انه يران الكريدت مره عند بنك ويبقى عارف السكور بتاعه كام ويروح لبنوك تاني يقول لهم انا مثلا السكور بتاعي 680 وما يمضيش ابلكيشن ويشوف هيدوا له ايه سعر فايده والدفعه الشهريه و بحيث يعني هو يجرب مع مره واحده واحسن فايده يروح قايل لهم بقى تشيك بالظبط كده اوكي وبعد كده هيبقى من حقهم هم يران الكريدت بس يبقى اسمه رانت مرتين مش 10 مرات فما يخسرش بوينتس كتيرة. طيب السؤال ده مش مكتوب بس يعني سؤال عن كريدت كارما ولو حد جرب كذا مرة لأن كان في حد بس أنا نسيت فعلا أكتبه جرب كذا مرة إن هو يعمل أول مرة يدخل على كريدت كارما وفي الآخر خالص راح قافل يعني ما دخلوش وقال له وجرب تاني وبرضه ما دخلوش فبعدين طلعت له مسج بما معناه بعت لنا الورق والكلام ده كله وان هو مش هيقدر ايه المشكله في كده يا انه بيكون جديد بالبلد لسه ما عندهوش اي نوع هيستوري بالكريدت يا انه بيكون انه حاول عده مرات ومدخل رقم غلط او مدخل شيء له غلط والشركه عشان بدهم يحافظوا على شخصيه الشخص انه ما يكونش انتحال شخصيه او انه شخص بحاول انه يسرق الكريدت لانه بتعرفي اخت امل ما بعرفش اذا الاحب بيعرفوا بس من اخطر ومن اكثر الاشياء اللي بامريكا اللي فيها سرقات سرقه انتحال الشخصيه انه واحد باخذ رقم السوشيال سيكيورتي تبعك او الرقم الوطني تبعك وانا بصير اقول انه انا بعرف اشخاص عاشوا سنين وناس كان ماخذ منتحل شخصيتهم وطلع كريدت وعمل عليهم وسرق الفلوس وبعدين انخرب بيت الناس اللي الحقيقيين لانه شخص ثاني طبعا طب ايه المشكله في كده يعني ايه الحل معلومات السوشيال سيكيورتي بدك تخبيها الارتباط في ثلاث امور مرتبطه ببعضها البعض السوشيال سيكيورتي نمبر مع تاريخ ميلادك طب ما هي معلش البيانات دي احنا لما بتتكتب على اي حاجه على الانترنت
اونلاين ما ممكن تتسرق. بدك تنتبه وفي سرقات بتصير. ما هو كريدت كارما ده ممكن يتسرق لو هو حاجه، ما هو انت بيطلب منك السوشيال سيكيورتي. لا الشركات دي بتكون عندها هي سيكيورتي انه ما يقدروش يسرقوا لك، يعني هم بيكون عندهم الانظمه المفروض تكون موجوده عندهم عشان ما ينسرقش المعلومات هاي. بس هل ممكن تنسرق؟ ممكن، بس احتماليه سرقتها، يعني صار في كيس في بسموهم هاكرز، يعني دخلوا على التارجت من اكبر شركات امريكا، ناس دخل على التارجت وسرقوا الشركه اللي بشتغل فيها بصرف ملايين الدولارات على السكيورتي عشان احنا ناخذ الكريدت كارد نمبر، مش الكريدت، مش السوشيال، احنا بس ناخذ الكريدت كارد عشان الناس تدفع للاشياء اللي بتشتريها، نصرف ملايين الدولارات عشان نتاكد انه دائما مؤتمن. طب برضو واحد اكتشف ان السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعه مسروق، وهو شغله كويس وكل حاجه كويسه، بس يعني الكريدت كارد بتاعه مش، او الكريدت بتاعه السكور بتاعه مش حلو، يعمل ايه؟ اكتشف ده هيعمل ايه؟ في طريقه انك تخبري شركه الكريدت، يعني بيقدر يتصل بشركه الكريدت انه مسروق. بس طبعا مش، شوفي في كثير ناس بيحاولوا انه يتصلوا بالشركات الكريدت عشان يقولوا لهم عشان يحاولوا يصلحوا الكريدت تبعهم. فشركات الكريدت تعاملها يعني بطيء، ولازم يتحققوا من انه هذا الشخص فعلا الامور هاي موجوده. بس افضل شيء انا لقيته من اشخاص بعرف عن قرب انه مروا بظروف، انه يتصلوا بشركات زي الرقم اللي اعطيتك اياه المره الماضيه، انه يساعدوهم بالطرق المضبوطه. وفي يعني الانتحال الشخصيه ممكن يساعدوك انه ترجع، بس باخذ وقت طويل لحد ما ترد تصلح الكريدت تبعك اذا حدا كان سارق. عشان هيك لازم الواحد ينتبه، وينتبه جدا لامور انه مش لاي شخص انت تعطيه الرقم الوطني، مش لاي شخص الرقم الوطني وتاريخ ميلادك وعنوان بيتك. هدول الثلاث لما بالثلاثه بيدخلوا ببعض بقدر انا بيتعرفوا بشكل رهيب اساسا. انا ممكن اخذ شخصيتك واعمل اعمل لانه بروح بقدر اشتري اي دي مزوره ب $60 فعلا، مش بهزر، وباخذها وبحط صورتي مدل مع اسمك وتاريخ ميلادك، وبخد بكم بعمل اللي انا عايزه. انا مش عشان بدي اخوف الناس، بس عشان بس هو علشان تبقى ناس حريصه جدا على السوشيال سيكيورتي، تاريخ الميلاد وعنوان بيتي. طبعا عنوان البيت هذا اسهل شيء لانه الكل بيعرف، بس دي حاجات بتجي لك باسمك على عنوان البيت، وانت بعرفه ازاي تبقى من ولايه ثانيه. في حاجه ثانيه لما بتقدمي اي طلب بيقول لك المذرز ميد ان نيم، يعني اسم الام قبل الزواج. وهي طريقه انه عشان مش الكل، يعني انا ممكن اعرف تاريخ ميلادك، اعرف السوشيال سيكيورتي تبعك، واعرف عنوان بيتك، بس مش سهل اعرف اسم امك قبل الزواج، يعني ماذرز ميد ان نيم رايت لاست نيم. سيكيورتي كويستشنز تو بيبقى في ثلاث في مرات بيسالوك اسئله خاصه، ففي طرق انه يعني اصعب الموضوع على الشخص. الحكومه عارفه انه من اخطر الامور واسهلها، يعني انه الناس تسرق، فعمالهم بيصعبوها على الاشخاص. طيب ده اتفضل. في حاجه بس بسرعه ثانيه، اي حد ممكن يجو اونلاين ويبتدي اكونت جديد بيحط فيه بياناته الشخصيه، بعد كده ينظف الكوكيز، يعني جو تو انترنت اوبشن ويديليت كل الكوكيز عشان الهيستوري اللي اتحط في الكمبيوتر يتشال. فلو دخل حد يحاول مش هيعرف يوصل لحاجه، مش هيعرف يوصل لحاجه. فمهم وخاصه اي حد يخش يشوف حساب البنك بتاعه، او يخش يبتدي حاجه جديده يحط فيها بياناته الشخصيه، بعد كده يديليت كوكيز اللي هو ينظف الكمبيوتر من الهيستوري. فبعد كده يبقى صعب على ما كل ما تعمليها صعب على الهاكرز، كل ما هيبقى بيس اوف مايند يعني. طيب لو حد الليمت بتاعه في الكريدت كارد بتاعه، يعني سي كان 2000 نزل ل 500، دي تبقى في مشكله في الكريدت؟ بيبقى في مشكله عند الكريدت، هم مش يعني مش مطمنين. ف معظم الاحيان رغم ان بتدفع كل حاجه مظبوط وكل حاجه، بيكون في حاجه من ورا هم شايفين، او انه حاسين. طبعا حاسين، لانه مش حاس انه انا حاس انه مش احساس روحي، لا مش احساس مش احساس كده، بيكون عندهم بيطلعوا من ورا في اشياء عمالها بتحصل. طب دي ممكن تكون حد سارق برضه السوشيال ميديا، يعني ممكن في احتمالات كبيره، احتمالات كثيره. سوري رعب في الموضوع، مش رعب، حذر. مظبوط. الموضوع انك لازم تكون حذر، يعني حذر، لانه هاي النظام بامريكا، يعني زي بالبلاد صعب واحد يعطي شخص ثاني رقم حساب البنكي، صح؟ ما بتعطي، مش اي حدا بيطلب منك حساب البنك ودين حسابك بالبنك وقديش عندك فلوس، بتروح تفضل هاي حساب البنك وهي قديش. هون نفس الشيء السوشيال سيكيورتي، مش اي واحد بيطلب منك يلا اعطيه سوشيال سيكيورتي. لا طبعا، مش اي واحد بيطلب منك تاريخ ميلادك اعطيه تاريخ ميلادك.
التعاملات كمان كل ما نقلل التعاملات في الديبت كارد او الكريدت كارد كل ما الخطوره تكون اقل. ازاي بقى؟ يعني ما استعملش مثلا 10 كريدت كارد او ديبت كارد، استعمل واحد او اثنين ثلاثه بالكثير. ولو واحد فيه مثلا مرتبط بمبلغ سيفنجز فيه فلوس، ده يكون اقل واحد بيستعمل، بحيث يعني قلنا فكره الترافيك سرقه، ما يبقاش فيه تو ماتش ترافيك. يعني رقم الكريدت كارد اللي فيه مبلغ كبير او ليميت كبيره بيتحط في كل حاجه بخمسة دولار وبثلاثة دولار، لا خلي ده للحاجات اللي انا فعلا محتاجها، واستعمل واحد ليميت فيه 2000 3000 دولار كل يوم للحاجات اللي بتستعمل كل يوم. انا اعرف ان في ناس بتستخدم الكاش كاش عشان ما تتعرضش للموقف دي. ممكن بس ده هيبقى مش هيبني كريدت لو احنا بنتكلم ناس لسه جايه يعني. مظبوط. طيب لكن الاجابه ان الريفاينانس نفسه مش هيأثر على الكريدت نفسه، لكن اللي هيأثر على الكريدت اللي هو كتر تقديم الطلبات. كتر تقديم الطلبات او بيتشيكوا الكريدت بتاعه. بالعكس الريفاينانس مش هتقدر تاخده الا اذا كان عندك كريدت احسن. أوكي. او كريدت تبعك، يعني العلاقه ما بين الكريدت وقديش عندك لون على البيت، لانه كمان قيمه البيت اللي اذا قيمه البيت مثلا قيمه البيت لنفرض 500,000 زي ما قال اسيس كيتو، حتى تعمل ريفاينانس عاده لازم الريفاينانس موستلي 80% من، يعني مش حيدوك اكثر من 80% من مبلغ البيت، لانه لازم يكون عندهم زي الريتينر، يعني اتس لايك كوشن اكويتي، انه اكويتي بالبيت، يعني انه ما زال اذا صار اي شيء يقدروا يرجعوا فلوسهم. عرفتي؟ فلا بتطلب انه انا لسه انا على بيتي عامل ريفاينانس من 6 شهور، بس لانه كان في فرق كبير ما بين قبل وبعد. انه فرق في الفايده. في الفايده طبعا. لا حرام. لكن في حاله ان الفايده بتزيد فهو طبيعي بيزودها عليا. لا الفيكس ما بيزيد لما ما هو نوع ده على حسب اللون. نوع اللون. لو انا واخده ان هو ثابت فخلاص مش هيتغير، لكن لو هو متغير على حسب الفايده ده هي من ناحيه الشخصيه وبشكل عام. وانت راح تجيب الشخص المسؤول عن الريل استيت. انا من الاشخاص اللي مش من ما بحفزوا ابدا انك تاخذ فيريبل لون، تاخذ فيكس لون اللي هو ثابت في 30 سنه المشروع. اوكي. او في وات ايفر ايه الكام سنه. طيب السؤال اللي بعده واضح ان احنا مش هنلحق نخلص الاسئله. واحده ارمنيه وكانت عايشه في سوريا وجت لامريكا هي وجوزها، وجوزها توفى بعد 3 سنين من وجودها في امريكا، وبتقول هل ده حقيقي ان امريكا، انا مش عارفه مين اللي قال الاكسبريشن دوت المره اللي فاتت، امريكا زي الحوت، انا مش عارفه احنا قلناه ولا ايه مكتوب على ورقه كان. فانا مش عارفه هي امريكا زي الحوت. لا هي زي المحيط. هي امريكا طبعا كل واحد ليه راي غير التاني، لكن بتختلف من ظروف حد للتاني. لما بيكون حد جاي سنه صغير ومستعد يكافح وظروفه ما كانتش، يعني ما كانش مدلل قوي في البلاد اللي جاي منها، ده الشخص يعني بيبقى ليه فرصه انه ينجح ويستمتع بالحياه ومستوى الحياه هنا اكتر من حد جاي سنه كبير وكانت ظروفه حلوه جدا في البلاد اللي جاي منها. ففي حد بتبقى بالنسبه له حوت وحد بتبقى بالنسبه له فرصه، لان هي دول الفرص زي الجنه القديمه، كل ما بتقدم بتقدم بتحلى كده. وزي ما حضرتك قلت المره اللي فاتت. yeah. بس هو فعلا في ناس بتعرف تنجح جدا هنا جدا، وبتبقى بالنسبه لها فرصه لاكتشاف قدرات عندها، وفي ناس للاسف رغم ان ممكن تكون جات صغيره وعندها امكانيات بس ما عرفتش تنجح في البلد. فتفتكر ايه يا خميزه؟ الاختبار الشخصي لربما 90% من الاشخاص اللي عاشرتهم اللي ما نجحوا في حياتهم بامريكا، اذا مش اكثر من 90%، السبب الرئيسي كان بعدم نجاحهم هو اسلوب تفكيرهم. وخلينا ناخذ خطوه قبل اسلوب التفكير. واحد من الاسباب الرئيسيه اذا روحيا انت مش بالمكان الصح اخت امل، وانا بعرف يعني الموضوع الروحي موضوع حقيقي. yes. يعني مش تمثيل، او مش انها بتقول. انا كنت بشارك قبل كم يوم مع الاحبه ببرنامج ثاني، كنت بقول بالماضي كنت اخطط وبعدين اصلي، بس تعلم اصلي وبعدين اخطط. يعني بتبدا بالصلاه، الموضوع بيبدا بالصلاه. بس هل لازم انا روحيا في المكان الصح؟ يعني في التخطيط بس يتبع الصلاه. طبعا اذا انت مش مرتاح روحيا للموضوع اللي، والارتياح الروحي اخت امل مش وصف شخص ممكن يعطيك اياها. ارتياح الروحي هو انه انت فعلا مسلم لروح الله، وفي روح الله بتكلم فيك من خلالك
بعطيك ارتياح روحي. It's hard to explain. بس أخي مازن يعني في ناس بتاخدها كده بتقول ربنا دعيني والكلام ده كله وأنا مرتاح. أخت أمل أقول بس لك الحكاية بالنسبة له بتبقى يعني دمار لمستقبله. يعني مش درس تعلمته في حياتي للفايدة بشكل عام. في ثلاث أمور لازم موافقوا معاي قبل ما أخذ أي قرار مهم في حياتي. ثلاث أمور. الأمر الأول فكري. Does it make sense? Sorry. الأمر الأول فكري. Does it make sense? هل الشيء اللي بعمله منطقي مزبوط؟ لازم منطقيا. بس مش ده لوحده. هدول مش عماني بشاركهم على الأولوية. الثلاثة نفس لهم نفس الأهمية. فكري. الأمر الثاني قلبي. Does it agree? Is it emotionally attracting? Attractive. والأمر الثالث روحيا. الثلاثة ليش أنا بقول هيك؟ لأنه إذا عندك الارتياح الروحي، أنا يعني حتى بالشغل بيسألوني مرات إيه هو، بقولهم الجت فيلينج، you know it's inside of your روح الرب بتكلم إذا بتسمح له، you know. روحيا لما الرب بعطيك الارتياح الحقيقي قلبك حيوافق وعقلك حيوافق. فإذا ما عندك الارتياح من هدول الثلاث أمور، أنا من ناحيتي الشخصية بوقف، ما بقدر أخذ القرار، لأنه حتتعذب بأخذ القرار الغلط أكثر من كتير لو انتظرت كمان ست شهور أو سنة. يعني أنا شايفة يعني كمان لو نقطة عملية شوية، فأنا يعني أنا شايفة إن أنا مش ليزي، عندي استعداد للشغل وفي أي مكان وفي أي حتة. يعني في ناس بتبقى ليزي فكسلانة كسولة جدا، فمش هتعرف تكون بتنجح في البلد دي، لأن البلد دي محتاجة شغل جامد جدا. وتاني حاجة أنا عندي استعداد إن أنا أتغير وأتعلم. مظبوط. يعني كمان طريقة التفكير اللي بنبقى جايين بيه من بلادنا بنحاول نطبقه هنا، وانا حاولت اعمل الموضوع ده وفشلت. يعني في مصر كنت بشتغل قبل ما اجي، في عندي مع شركة مستلزمات كمبيوتر وادوات كتابية وحاجات زي كده، فجيت هنا ورحت اشوف الناس اللي عندهم المخازن و عشان اعمل نفس الفكره، نفس فلقيت ان طريقه التفكير مختلفه تماما في البيزنس عن اللي انا جاي منها. هو بيزنس وغير بيزنس، يعني doesn't fit خالص. حتى نفس الموضوع او نفس البرودكت او نفس الشغل، لكن طريقه التفكير مختلفه تماما. ففشلت وبعد كده ابتديت من الصفر. وزي ما انت قلتي، الواحد ما يبقاش ليزي ومجتهد، ما يبقاش كمان وعنده استعداد يشتغل في اي حاجه. يعني حته مهمه جدا بالزبط. وده اللي بيفرق من حد ينجح وحد ما يقدرش. يعني طيب يعني هي مش زي الحوت، احنا محتاجين نفهمها ومحتاجين نكون بنتغير او بنعيش بظروف البلد اللي احنا عايشين فيها. محتاجين نتعلم، محتاجين نتعب ونشتغل اي شغل لغايه ما نوقف على رجلنا. اسمحي لي اقول بس شغله، شخص شاركها معي، كان جاي من البلاد العربيه من فتره قريبه وبيقول لي تعرفنا على بعض، فبسأله قد ايه بقى لك هنا، فبقول لي انا بقى لي سنه ونص، فبقول لي عايز محتاج شغل يعني. ف بحكي له طب انت ايش اللي يعني الخبرات اللي عندك او ايش يعني ايش بتحب تعمل بامريكا؟ قال لي انا بحب اي حاجه، بس انا يعني اي شيء، بس انا عندي مشكله صغيره. بقول له شو المشكله؟ بقول لي الانجليزي. بقول له ايش مشكله الانجليزي؟ بقول الانجليزي مش ليا يعني، مش ليا يعني هو يعني مش يعني مش, يعني مش انه مش عايز اتعلم انجليزي. وانا مش يعني اذا انت هاي المايند سيت، يعني زي ما قال الاسيس، هات طريقه تفكيرك، معناته امريكا غلط الك مش الك. مش حتقدر تعيش بهاي البلد اذا ما تعلم انجليزي. هاي اول شيء. الشيء الثاني، في شخص انا يعني وبعرفه، تعرفت عليه كمان من قريب، يعني عمره لا يتجاوز الأربعين سنه، يو نو، وبسأل كل الأسئلة إزاي أعتمد بس على الحكومة عشان أعيش بأمريكا. you know, إذا أنت جاي على البلد عشان تعيش على الحكومة، أنت كمان بالمكان الغلط. يعني أنت قلت أمريكا بلد الفرص وبلد الأمور، هاي الحكومة يعني الناس المجتهدة، يعني الناس اللي عندها طموح. البلد هون أخت أمل، إذا بتعيش على الحكومة ويجوز الحكومة تعطيك مبلغ معين، وأنا بعرف أخت أمل وفاهم وبقدر جداً إنه مرات بنيجي ما عندنا أي وسائل أخرى. بتنفع في الأول لغاية ما برضو استثمر الحكومة حتى توقف على رجليك زي ما بنقول. لكن مش ده بيبقى بس ما تستثمر الحكومة إنه أنت بدك تعيش على الحكومة، تعرفي يعني تعيش، عفوا استخدام الكلمة، عائل على الحكومة، you know، أو عائل. إذا أنت هاد طريقة تفكيرك عمرك ما رح تنجح بهاي البلد، عمرك ما رح تنجح بأي بلد.
يعني الرب قال في الكتاب المقدس انه لما بولس قال لتيموثاوس ارومك ان تكون ناجح في كل شيء. يعني النجاح يتطلب الجهاد. بس النجاح الحقيقي، وانا بقولها لنفسي وبقولها للأحبة، الناجح روحيا ناجح عمليا. اذا بتسعى تنجح روحيا رح تنجح عمليا، اذا بتسعى تكون بالمكان الصح بالرب رح تنجح في الحياه العمليه. وانا ما بقول هذا عشان بس اقول شيء نظري. اخت امل خليني اقول لك، لا ومش وعظ، لكن هي حاجه عمليه يجربوها عملية. يعني عمليه يكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه تعطي ثمرها في اوانه ورقها لا يذبل وكل ما يصنع ينجح. ذاك الرجل المغروس عند مجاري المياه اي عند الرب. في مكان تاني بقول بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. هذول حقائق أخت أمل. الـ الـ الأمرين اللي بيخلوا الشخص، معلش احنا غيرنا شوي بجوز عن الموضوع، بس أقولها بسرعة لأنه للفائد العام، لأنه أكثر شيء بسبب للشخص الفشل والإحباط في هاي البلد، تعرف إيش هو أخت أمل؟ إنه مش عارف أتصرف. إذا بدك طريقة تتصرف اطلب حكمة من إله السماء يعطيك حكمة، يكون هو القائد، ربنا قائد لي. هي دي الفكرة، القيادة فين؟ ليا ولا ربنا؟ أنا سايب مساحة لله أنه هو يقود خطواتي ولا؟ أكبر من فرصة أمريكا أخت أمل. الفرصة أنك تعتمد على الرب. يا ابني أعطني، إيش بيقول كتاب أمثال 4؟ بيقول توكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. بس برضو مش هيقعد يتوكل وما يعملش حاجة. يعني الاتكال على الرب مش كسل. الاتكال على الرب مش كسل، صح اللي حضرتك بتقوله، لكن هو الشخص عليه دور وأنه هو طبعًا يبحث ويدور ويجاهد زي ما حضرتك في آية بتقول هو خطط المجتهد تقوده إلى الربح. أيوة. أما المتهور فيصير فقيرا. خطط المجتهد تقوده إلى الربح، أما المتهور فيصير فقيرا. طيب في سؤال اللي جاي، في أخ بيسأل هل موضوع الكريدت ده كتابيا صحيح؟ لأني في رأيه أن الكتاب بيرفض أن نكون مديونين لأحد، هو قصده كريدت كارد. إيه رأيك يا سيدي؟ تثنية 28 بيقول بالضبط هيك، تكون إيش بيقول 28 عدد 8 تقريبا، تقرض ولا تقترض. تقرض ولا تقترض، أيوة بالضبط. فإنه يعني إدي سلف لكن ما تستلفش، تدين ولا تتداين، يعني ده معناته. تثنية 28 يعني معروف. تفضل أسيس كيتو. أنا بعرف لا أنا أقول حاجة، يعني برضو أول حاجة ما ناخدش كلمة ربنا أفش حرفية في حاجة. نمبر 1، في زي ما كلمنا المرة فاتت في قروض استثمارية، ودي مهمة جدا ودي كويسة، لأن ده استثمار، ما هواش ديون يعني، أو هي ديون بس ديون بتجيب فلوس بعد كده. وبعدين ده سيستم البلد. ده سيستم البلد. وفي حاجة تاني إن الكتاب ما قالش اللي بيستلف هيروح النار كمان، ما ناخدش الحاجة. إنه هو قال المدين عبد للدائن، فبيتكلم على إنه قيد وما فيهوش حرية وما فيهوش بركة إن الشخص يعيش حياته مديون. لكن let's say حد يعني بيدور على شغل وما لقاش شغل، ومراته وعياله قاعدين في البيت هيطردوا من الشقة، وعنده كريدت كارد ليمت 5000 دولار، يدفع شهر الإيجار من كريدت كارد على ما يلاقي شغل، ولا يرمي مراته في الشارع ويقول كلمة ربنا بتقول يا بالظبط. لا في حاجة تاني كمان، هنا سيستم البلد شوية مختلف عن مصر وعن بلدنا. يعني بلادنا بيجي في وقت قليل انت بتقدر تمتلك شقه بمنتهى البساطه وبتلاقي كل، هنا انت بتدفع ايجار قد كده في الشهر، فانت بدل ما تدفع ايجار قد كده في الشهر كده كده يعني مسؤوليه عليك، اشتري بيت طبعاً. على الاقل حتى لو صغير وانت هتدفع ذا سيم الفلوس اللي هتدفعها كل شهر، وعليك فلوس بس انت كده كده بتدفعها، يعني في اي وقت انت ممكن تبيعه وبتكسب فيه. فهي الفكره سيستم البلد مختلف. ولما اتكلمنا عن الكريدت كارد احنا ما شجعناش على الكريدت كارد، بالعكس وقلنا لو احنا مضطرين الاول عشان نعمل هيستوري بس في الاول احنا مضطرين عشان نبني هيستوري لينا، او يعني نعمل كريدت سكور لينا يعني، فاحنا يعني بندفع ونحط على طول ونسدد على طول. فده ما اعتبرش يعني مش ديون، مش ديون. يعني بتدفعها اخر الشهر وبتبني بيها كريدت من غير ما تدفع ديون. اوكي طيب، في حد تاني بيسأل هل في شركة أو بنك بيدي قرض وتقسيط بفايدة كويسة؟ تعرفوا حاجة زي كده؟ لا طبعا، شخص لازم يشوف أراوند، يشوف كذا بنك ويشوف الظروف بتاعتهم إيه، لأن ما فيش حاجة معينة يعني بتدي أقل من حاجة، كل بنك حسب ظروفه
وحسب الفاينانسز بتاعته وحسب حجمه وحسب الهيستوري بتاعه وحسب الانفستور. ففي عوامل كتيره جدا، وكل واحد كمان اللي بيدور على قرض ده ظروف مختلفه عن التاني، فمايت يمكن يناسبه البنك ده لكن ما يناسبش حد تاني وهكذا. فمهم ان الشخص يدور على 3-4 مثلا ويشوف احسن حاجه ليه هو ايه. ممكن احسن حاجه لمازن ما تبقاش كويسه ليه، والعكس صحيح. فكل واحد لازم يعمل الهوم ورك بتاعه ويشوف عايز مثلا يشتري بيت، يشوف 3 بنوك كبار او شركات مورجج، ويشوف دول هيدوا له ايه وهيدوا له ايه، ويوصل لاحسن باحسن فايده صغيره، والقرض اللي هو عايزه باكبر قرض حسب ظروفه هو كمان يوصل، وحسب طبعا الفلوس اللي هو هيدفعها كل شهر. عايز تقول حاجه مجهز؟ لا انا كنت بس الايه اللي كنا هنقولها اللي هي يفتح لك الرب كنز الصالح من السماء ليعطي مطر ارضك في حينه وليبارك عمل كل عمل يديك فتقرض امما كثيره وانت لا تقترض. يعني هيك بيقول كتابه. وفي امثال مليان على انه والرب بيقول لا تكونوا مدينين لاحد. يسوع قال الكلمات هاي انه فاللي قصدي اقوله اخت امل to get ahead you know معلش انا حقولها get ahead with God you get ahead of everything else. يعني لما انت بتتقدم بالرب بتتقدم بكل النواحي الاخرى، صدقيني بتعرف تاخد قرار وبتبقى قادر تقيم المواضيع، وكمان قادر تقول لا ده مش هيناسبني او ده مش هيناسبني، لا ده مش هيناسب كلمه ربنا او ايماني وده هيناسب كلمه ربنا. كتير من الاحيان اخت امل احنا بنفكر انه نتبع الرب اصعب من ما انه احنا نمشي على روسنا زي ما بنقول بالاردن، يعني نكون ماشيين على راسنا. بالعكس الأريح والأسهل إنه نعتمد على الرب. بس الاعتماد على الرب زي الكلمة اللي أنت قلتيها مش كسل، مش تقول أنا معتمد على الرب، لا الرب قال وأنا بقولها دائما بالإنجليزي all the time I do what I can and God will do what I can't. يعني أنا بعمل اللي بقدر عليه والرب حيعمل اللي أنا ما بقدر عليه، بس لازم تعمل اللي أنت بتقدر عليه. إذا ما عملتش اللي بتقدر عليه الرب مش حيعمل اللي أنت ما بتقدر عليه، ومش حيعمل اللي أنت بتقدر عليه، فهذا بيتطلب اجتهاد. وزي ما قلت يعني هو ده سيست. انا كمان يعني فكره المديونيه او فكره القروض او فكره البيت اللي بالقسط والعربيه اللي بالقسط ده ما بقاش نظام امريكا بس، هو عندنا كمان في مصر طبعا. يمكن كان زمان الايجار القديم اللي هو ب 4 جنيه في الشهر دوت، بس دلوقتي خلاص، فانت في حاجه اسمها ايجار جديد بتدفعها بمبلغ من مرتبك، فطب ما انت تشتري بيت بالقسط وتدفع نفس المبلغ. فهي الحكايه برضو كمان تاكس بريك، البيمنت كله بيتخصم من الدخل بتاعك ده هنا طبعا. لكن في مصر ما فيش الكلام ده. بس اخت امل مش يعني انا قصدي ده 1-to-1 ده سيستم يعني دي طريقه، مش فكره انا ما اقدرش اجي اقول لا ده حرام. طب حرام خلاص يعني انا حسب يعني ما ينفعش، في حاجات ما اقدرش اقول كده فيها. حسب حسبتي الخاصة، حسابات مازن الخاصة. الفرق ما بين الأجار والشراء البيت، إذا إيش ما يكون المبلغ تبع الدفعة الشهرية، إذا بدك تشتري بيت، إذا أنت مثلا إيجارك 2000 دولار، إذا تشتري بيت 25% زيادة لازم تحط على دفعة البيت من الأجار، لأنه حيفرق معك الأمور الثانية اللي لازم تدفعها. لانه مش اتس نوت طبعا لانه هيبقى له مصاريف ثانيه مختلفه. بعدين عندك مونثلي مينتيننس، يعني بدك تعمل الاشياء، يعني بدك تدفع لاندسكيبنج، وبدك تدفع زباله، وبدك تدفع بدك تصير تصليح البيت، وقع حاجه انكسرت حاجه، في اشياء مختلفه. بالاجار بتتصل بصاحب البيت تقول له تعال انت صلح، يعني بيجي بيصلح. بس بالامور الثانيه قصدي اقوله اذا مثلا 2000 دولار 25% كمان 500 دولار، يعني دفعه البيت حتكون 2500 حتى تكون نفس دفعه الاجار اللي هي 2000. بس في يعني نقطه بشكل عام بس في نقطه ان في فلوس بترجع لك علشان التاكسز الضرايب اللي بتتخصم. مش بس كده، على المدى الطويل البيت مدفوع وما بتدفعش ايجار خالص. وكمان انت بتستثمر فيه، يعني انت ممكن تكون بتزيد على المدى الطويل. وانا من الاشخاص انا عندي بيت، انا يعني مشتري بيتي، فالفكره انه شراء البيت افضل، بس احسب النفقه. يعني ما بتقدرش تقول انا بدفع اجاري 1800 دولار بالشهر فانا لازم الاقي بيت ب 1800، لا اللي ب 1800 بدك تزيد عليه 400 حتى يكون تقدر تتعايش بالبيع. يعني بشكل انا بقول بشكل عام، لانه حيكون في مصاريف تطلع لك انت كصاحب بيت تختلف عن انك تكون انت مستاجر بيت. طيب في حد تاني بيسأل يا أسيس كاتو، بتقول إن البيت يعتبر استثمار، لكن بيقول أنا اشتريت بيت ب 500,000 لكن لغاية ما يخلص القسط بتاعه هيبقى بمليون و500، عمر ما البيت هيعرف يبيعه بمليون و500.
هذا كلام مظبوط. بس هو الدفعة الشهرية ليتس سي هيدفع 2000 دولار كل شهر لمدة 30 سنة، بعد كده البيت هيبقى مدفوع. هياخد شقة هيدفع 2000 دولار إيجار لمدة 30 سنة، والفلوس دي ضايعة عليه ومش هيبقى عنده حاجة. وبعدين لا، في الفلوس اللي بترجع له من الضرائب كمان، ده جزء تاني. بس أي مين الفلوس اللي رايحة في الإيجار دي ضايعة. فلو قدر يشتري بيت من غير ما يضلع ماديا بالبلدي كده، يبقى أحسن يشتري بيت، وخاصة لو بيته الأولاني اللي هيسكن فيه يستمتع بيه وعلى المدى الطويل يدفعه. وعايز أقول بدل ما يدفعه 30 سنة، لو قدر يدفعه في 15 سنة، في 20 سنة، ده هيوفر عليه كتير جدا من الفايدة. بس وكمان استمتع. استعالي قوي. ما هو ما أصل الناس بتظبط مادياتها بناء على اللي بيعمل 5000 بيصرفهم، واللي بيعمل 7 بيصرفهم، كل الحالات بيتصرفوا، واللي بيعمل 10 بيصرفهم. ده صحيح. فلو دفع مبلغ زيادة كل شهر على المدى الطويل، هيفرق معاه انه يدفع بيته في اقل من كده ويدفع فايدة اقل من كده، وتبقى بركة كبيرة. احنا طبعا بنحاول مبدئيا نساعد الناس اللي جاية جديد، ده بتهيألي مقصود من الحلقة. لكن نرجع تاني انه مفيش بركة كبيرة يكون الشخص معلوش ديون خالص. بس في بعض الظروف sometimes بيضطروا لازم. طيب معانا القسيس منير، اهلا بيك يا قسيس من من تكساس. سوري، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا يا قسيس منير، اهلا بيك. الخدام الحلوين دول اللي يعني متخصصين في الخدمه، متخصصين في البيزنس، متخصصين في كل شيء. نشكر ربنا على اجابتك كويسه، يعني بتفيدنا كتير. الرب يبارككم وحلقه ممتازه. انا عاوز ارجع بس خوفتونا شويه، مع العلم انا ما عنديش لا هشتري بيت ولا هعمل حاجه. انا بروح احط بنزين بالكريدت بتاعي مثلا او بالديبت، ما عنديش، انا ما مش بحب الكريدت خالص. طب كيف احفظ نفسي مثلا، او بروح وول مارت، او اروح اشتري حاجات بستخدمه زي، او كمان السوشيال سيكيورتي ساعات بيطلبوها في اماكن معينه مثلا، في الحاجات الثانيه يعني، فازاي انا احفظ نفسي في الاشياء من سرقه السوشيال سيكيورتي نمبر. واسيس منير، مساء يسوع على حضرتك حبيبي. مساء الخير حبيبي. انا طبعا الامور هاي الامور المعتاده، بس القصد من اللي قلته انه تكون حذر بانك انت مش اي شخص بيطلب منك تعطيها المجاري العاديه، يعني الاشياء الجاز ستيشن، كل الشركات من يعني من خلف الستاره زي ما بيقولوا، هم بيكونوا عندهم الانظمه حتى يحاولوا يحافظوا على الكريدت وعلى كل الامور هاي، فما تخاف من هاي الامور. بس مثلا التاريخ الميلاد، ما كلنا بنحط تاريخ الميلاد على الفيسبوك، ما ممكن ياخذوه. ممكن. ويعني انا حاطه تاريخ ميلاد مختلف على فكره. انا يعني بدك، لكن بس مش قصدي، عشان عندي تاريخين ميلاد مش واحد بس. بدك يعني لازم 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 ناخذ الحذر من هاي الناحيه. هو اكثر حاجه بتكون بتعرض الفراد او الايدنتيتي ثيفت بيسموها هنا، السوشيال سكيورتي نمبر. فده يفضل لو هتديه لحد تديه اوفر ذا فون، مش على الكمبيوتر او مش ايميلز او كده، لان ده اكثر حاجه. لان ممكن تلاقي اثنين بنفس الاسم بنفس تاريخ الميلاد، لكن ديفرنت سوشيال سكيورتي. هو في اللاست نيم كمان، في بعض اللاست نيم بيبقى منتشر اكتر شويه. يعني انا عندي اللاست نيم زي الاخت امل. أيوة. مثلا هو كتير سوري، واحد تاني نفس اللاست نيم. اقول لك حاجه تانية، يعني كمان انت نبهت على شيء رائع. انا بعرف اكثر من شخص وقعوا بمشكله انه شخص اتصل وطلب منهم هاي المعلومات. إذا أي شخص بتصل فيك وبقول لك أنا مع بنك أوف أمريكا بدنا إيش السوشيال سيكيورتي، لو إنه متصل من بنك أوف أمريكا كان بيكون عارف السوشيال سيكيورتي تبعك. فمرات بتصلوا هاي، احذر من هاي الناحية جدا، إنه ناس يتصل فيك. أي حدا بيطلب مني، أنا شخصيا أي حدا بيطلب مني معلومات، إذا هم متصلين فيي بقول له أعطيني رقم تلفونك وأنا بتصل فيك. مزبوط. عشان اتاكد انه هو مزبوط بيتبع، خصوصا اذا حد قال لك السوشيال سيكيورتي، انا بتصل من الحكومه او من السوشيال سيكيورتي او من الميديكال او من مستشفى او عندهم المعلومات بتاعتك بالضبط. هم بيسالوا على اخر 4 ارقام بس، فده احنا لازم نكون حريصين، مش اي حد بيطلب الرقم كله احنا نقوله. لكن المفروض لو متسجل في مستشفى او بنك او وات ايفر، اخر 4 ارقام بس.
ساعات انت ذكرت حاجه مهمه، ان ساعات مثلا في المستشفى بيطلبوه مننا. اول مره لكن بعد كده خلاص، يعني لو لسه بتسجل من اول وجديد، لكن بعد كده لا مش بيطلبوه تاني غير بس اخر 4 ارقام في الضروره، لكن يعني مش دايما كمان بيطلبوه، لو اسمك عندهم على والبيانات كل حال. خلاص على كل حال نشكر يعني ربنا، يعني الرب ما تقلقش يا سيدي، هو يحامي عنا ويحفظنا. لو هيسرقنا مش يعني يقول يا ريتني. بالظبط كده. شكرا ليك ولمداخلتك يا سيدي، ربنا يباركك. شكرا لك يا سيدي منير. ملحوظه صغيره خالص على الايدنتي ثيفت، في حاجتين. اول حاجه الباسورد، لما حد يعمل باسورد ما يخليهاش بلين، يعني ممكن في الاول بالظبط الاول ممكن يحط فيها مثلا كابيتال ليتر، اول حرف يبقى كابيتال، وفي الاخر ممكن يحط استريكس باوند اي حاجه بحيث ما يبقاش سهل حد يحاول يقلدها. دي فكره. الحاجه الثانيه، في شركات ما اعرفهاش بالظبط لكن في اي ثينك ب $39 في السنه انشورنس على الايدنتيتي ثيفت، بحيث لو حصل اي حاجه يغطي مثلا لغايه 15000. بس ما عنديش اسمائهم دلوقتي لكن ممكن نلاقي عليها او حد يعرف. لا في حاجه ثانيه كمان، لو في البنوك في حاجه اتصرفت انا شاكه فيها على طول بتصل بالبنك والبنك بيرجع لي الفلوس وبيشوف بيتاكد من كده، فمفيش مشكله قوي يعني لو هو سرقه الفلوس. 99% من الفلوس على كريدت كارد او البنك، اذا انت فعلا مش صرفيتها تتصلي بالبنك، البنك بيرجع لك اياها لانه بيعملوهم عندهم their fraud department انه يقدروا يرجعوا الفلوس. بس الحذر وين، انا صارت معي شخصيا، اذا انت برا امريكا انت مش مغطى. يعني اذا انسرق منك كريدت كارد برا امريكا وتصرف برا برا بلد برا امريكا، لما ترجع لهون ما بيقدروا يغطوه. طيب في حد بيسال برضو لسه جديد، وازاي يشتري بيته وهو لسه جديد وبياخد لون؟ لا مش هينفع، علشان لازم وقت معين ولازم يبني كريدت، واحنا اتكلمنا في ده في الحلقه اللي فاتت، وهيكون في حلقه مخصوصه عن شراء البيوت اللي عايز يعني وناوي يشتري بيت، هنكون معانا كمان متخصصين. طيب معانا الاخ الفي، اهلا بيك يا الفي، واحنا اسفين جدا لازعاجك يعني، بس الاسئله كتيره قوي يا الفي يعني. مساء الخير يا استاذ، تحيه لحضرتك للضيوف. اهلا بك. كل قناه الترمى والكابتن مونا كلكم. ربنا بشكرك يا الفي، ربنا يباركك، واحنا مبسوطين انك تكون معانا، وعايزه اقول لك كل الناس عايزه تكلمك يعني، فيعني انا قلت اجاوب على الاسئله على الهواء احسن ما يعني تليفونات كتير تجي لك. طيب بص يا الفي، اول سؤال بيقول يعني كبار السن ايه الخدمات المتاحه ليهم في امريكا، وهل من بدايه وصولهم لامريكا يعني قبل حتى ما يكون عندهم ورق اللي هم قول مثلا فوق 60 سنه؟ بالنسبه لكبار السن اللي هم جايين هنا مثلا لو في سياحه، ممكن ياخدوا يحصلوا على الامرجنسي ميديكال. الميديكال امرجنسي بيغطي في حالات الطوارئ، ده لو معهمش اي نوع من انواع الاسامه القانونيه زي جرين كارد او سيتيزن. لما يبتدوا ياخدوا الجرين كارد مثلا عن طريق اللوتري بيقدروا يحصلوا على الميديكال عادي مش امرجنسي، وبيقدروا كمان يحصلوا على الفود ستام الطابع الغذائي. ده لو خدوا الاقامه عن طريق الجرين كارد لوتري. لو خدوا الاقامه عن طريق اللجوء الاسايلم يقدروا يحصلوا على الميديكال، ويقدروا يحصلوا على الفود ستام والكاش ايد، ويقدروا يعني يحصلوا على الاس اس اي. الاس اس اي اللي هو سبلمنت سكيورتي انكم، هو عباره عن معاش تكميلي، يعني مش للناس اللي اشتغلوا هنا، الناس اللي هم ما عندهمش انكم وكبار في السن. اوكي. فالحالتين الوحيدين اللي يقدروا يحصلوا فيها على هذا المعاش ده الاس اس اي، ان هم يكونوا حاصلين على الاسايلم او جنسيه امريكيه، دي الحالتين بس، وهم يكونوا فوق 65 سنه. طيب وبيتحسب على اساس الولايات بتبقى مختلفه عن بعضها، بتبقى تقريبا $600، في ولايات بتبقى 550، هنا كاليفورنيا بتبقى حوالي 600، وبيضيفوا عليها الفود ستان فبتوصل حوالي 890. بس بيسالوهم هل عندكم انكم تاني في اي بلد تاني او انكم هنا، وبيخصموا من الانكم اللي هنا لحد ما يوصلوهم 890. اوكي. يعني لو عنده $90 انكم يبقى هياخد 800 وهكذا. لو شخص واحد، لو شخصين في الاسره يعني واحد ومراته يقدروا يحصلوا على الماكسيمم تقريبا $1500، يروحوا يقدموا عليه في مكتب السوشيال سكيورتي. اوكي. اللي هو الاس اس ار. الاس اس ار. لازم يكونوا يا اما حاصلين على اللجوء او الجنسيه. طيب لو حد بقى اتنين كبار برضو في السن وفوق ال 65
بس يعني مستنيين جم سياحه بس ابنهم عمل لهم ورقه او يعني اللي هو لما شامل الاسره ولسه الجرين كارد ما جاش، ايه الحقوق بتاعتهم؟ ما يقدروش يحصلوا غير على الميديكال ايمرجنسي لحد ما يجي الجرين كارد، يقدروا يبقى الميديكال العادي دي نمره واحد. نمره اثنين يقدروا يحصلوا على الفود ستام بس هيكتبوا اسم الضامن سواء الابن او اي حد في الاسره اللي ضمنهم، وفي الحاله دي المبنى الويلفير بيتصل بالاميجريشن وبيساله هل مديهم فود ستامب ولا لا. طب قرارهم بناء على ايه؟ على حاله الابن او الضامن ولا بناء على ايه؟ هو هم ممكن هياخدوا فود ستامب ما فيش مشكله، بس هي الفكره ان هم لازم يكلموا الاميجريشن ولازم يكتبوا معلومات الضامن، والاميجريشن هو اللي بيقرر سواء ان هو بيدي الاوكي للمبنى الويلفير اوفيس ان هو يديهم فود ستامب او لا. اوكي طيب بالنسبه برضو لكبار السن، البيوت اللي هي لكبار للمسنين دي في حاجات مخفضه وفي حاجات يعني مش مخفضه، يعني في ناس بيخفضوا لهم. اقول حاجه مهمه جدا، قول. خدمه مهمه جدا لكبار السن اسمها خدمه الرعايه بيهم، اسمها ان هوم سبورت سيرفيس، اختصارها IHSS. ان هم لو هم عندهم ميديكال لازم يكون عندهم ميديكال. اوكي. بيتصلوا بالان هوم سبورت سيرفيس اوفيس اللي تبع المنطقه بتاعهم، وبيجي سوشيال وركر في البيت بيشوف ظروف الشخص المسن ده اذا كان محتاج رعايه، حد يوديه للدكتور او يعمل له الشوبينج او يعتني بيه او يديله الادويه، بيجي وبيخصص له عدد من الساعات العمل في الشهر سواء 50 او 60 والساعات دي مدفوعه. والشخص المسن يقدر ان هو يعين اي شخص سواء ابنه او اي حد من بره ان هو يقدر يعتني بيه في مقابل ان الولايه بتدفع ثمن الساعات دي للشخص اللي بيعتني بالمسن. طيب لازم يكون معاهم الجرين كارد؟ لازم يكون معاهم السوشيال سكيورتي ومعاهم الجرين كارد ومعاهم الميديكال. لكن مش لازم الجنسيه؟ لا مش لازم الجنسيه. اوكي. طيب كويس قوي. طيب في واحدة تانية بتسأل بنتها في الجامعة وبتسأل تعمل ايه هي في الجامعة وعايزة تحصل على financial aid او يعني اللي هو المعونة للجامعة او يعني فلوس بتاخدها. كل الجامعات بيبقى فيها طبعا اللي هو الكونسلر، بتروح تسأل الكونسلر، بس هي ممكن تقدم على الويب سايت فاسا FAFSA. اسمها ايه تاني؟ FAFSA. FAFSA دي موقع جفرمنت بتملى المعلومات كلها عن الاسره وعن دخل الاسره وعدد افراد الاسره والدخل والسوشيال سكيورتي، وده موقع سكيور من الجفرمنت ما تخافش تملى فيه المعلومات. وهم بيبعتوا لها لو هي اتقبلت او ما اتقبلتش، او هتاخد كميه مبلغ كام من الفلوس، او الفلوس دي هتدفع ناحيه المصاريف الدراسه او الكتب الدراسيه او المصاريف اللي هي بتاعه الماستر. طيب هل ده بيفرق لو هي عايشه لوحدها او عايشه معاهم؟ هو بيفرق طبعا، لان هم بيسالوها اسئله كتير عن الاسره وعن باباها وعن مامتها وعن تعليمهم وعن الدخل بتاعهم، فكل حاله مختلفه، لازم هي تقدم وتنتظر النتيجه. اوكي، يعني هي بتقول كل المعلومات وبتشوف هم هيقولوا لها ايه. بتقدم وهي بتشوف طبعا النتيجه بتاعه الفرصه هم بيرد عليها. اوكي. اعتقد اي حد اعتقد اقل من سن 22 سنه لازم الفاينانسز بتاعت البيرنتس تتحط، لكن لو حد اكتر لازم المعلومات. لكن لو اكتر اي ثينك ب 22 او 24 سنه مش فاكر ماشي. يبقى ان هيز اون. هو لوحده. Yeah. طيب في كمان سؤال بيقول والديها عندهم عاملين الاس اس اي وعايزين يشتروا بيت باسمهم، يعني هي باباها ومامتها عاملين الاس اس اي او يعني لكن عايزين يشتروا بيت باسم باباها ومامتها، هل ده هيأثر على الاس اس اي؟ من ضمن متطلبات الاس اس اي اللي هو لو كان واحد ما يتعداش ده مدخراته في البنك عن 2000 دولار او لو كانت اثنين ما يتعداش عن 3000 دولار. لكن طبعا هم لو اشتروا البيت باسمهم وحطوا فيه مبلغ كبير او حطوا حتى داون بيمنت، فده طبعا هيأثر لان هم ما اعلنوش عن الفلوس دي اللي هي قبل كده. اوكي، رغم ان الفلوس دي بتاعت الابنه او الابن بس هتدخل كانها في حسابهم هم بتاعتهم هم، فده هيأثر.
اول ما يدخل حسابهم يبقى اعلى من 3000 دولار ممكن يتقطع عنهم. هيتقطع عنهم. طيب شكرا للمعلومه دي عشان هي تعرف برضو. طب ايه الفرق بين واحد بيشتغل عدد ساعات قليله وبياخد يعني البنفيت، وواحد تاني بيشتغل عدد ساعات كتيره وتشالت منه كل الحاجات دي؟ يعني ايه اللي عدد الساعات او الدخل اللي بيقدر يعني خلاص البنفيت؟ الميزه في الحالتين اللي بيشتغل كتير ويستقطع منه ضرائب كتير هيكون المعاش بتاعه افضل، دي الميزه الوحيده. بالظبط. بالنسبه للي بيشتغل قليل وبياخد البنفيتس طبعا هو مستفيد بالبنفيتس وما بيتعبش، لكن انا بنصح الناس بقول ممكن لو انت بتشتغل قليل فتره بتشتغل قليل ممكن انك انت تدرس ومصاريف الدراسه بتبقى مدفوعه، فانت كده عشان ينفع يشتغل بعد كده. لكن الدخل المتوسط ما بينفعش، يا يعني اما دخله قليل يا اما دخل كبير، دخله قليل مع البنفيت يا اما يدرس وياخد شغلانه كويسه هو ومراته ويبقى عندهم دخل اكبر يبقى كويس. فهو المستقبل ان هو يكون بيبحث او بيدور على شغل كويس سواء بالدراسه، يعني البنفيت دي بتبقى لوقت محدد في حياته. اوكي طيب في اخ كلمنا وبيقول ان في ويب سايت ممكن من خلاله ندخل عليه وهيبين ايه حقوقنا في البلد دي، او احنا لينا فلوس او ملناش فلوس، لان في حاجات احنا بنبقى مش عارفينها، لكن اول ما بنيجي ممكن البنزين ممكن ناخد حقه. هو ده اللي بيقوله. تعرف حاجه عن الويب سايت ده؟ الحقيقه ما اعرفش، بس الحقيقه ان في بعض المواقع يعني بتبقى على الانترنت بتستغل الناس وبيطلبوا منهم فلوس وكده، فانا ما انصحش ان اي حد يدخل على الانترنت. فدي حاجه مش ممكن تكون حاجات من الحاجات اللي هي مش مظبوطه يعني، لكن اسهل حاجه انه يروح مبنى السيتي الخاص بيه او مبنى السوشيال او مبنى الويلفير اوفيس ويطلب الريسورسز بتاعت بيدوا له ورقه بكل الريسورسز اللي موجوده في الكاونتي بتاعته بالتليفونات بالحاجات الجفرمنت اللي هي ممكن تبقى موثوق فيها. اوكي يا الف انا بشكرك جدا جدا وشكرا لوقتك وسوري ان احنا يعني ازعجناك، بشكرك وربنا يباركك. شكرا ليك. طب اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع نكمل اسئلتنا، واتمنى ان انا نكون جاوبنا على اسئله كتيره جات لنا، وبرده بعد الفاصل هتكون خطوط مفتوحه، اهلا باسئلتكم وباستفساراتكم من خلال موضوعنا. ترجمة
رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وزي ما بقول رحلة الغربة فهي حياتنا على الأرض هي رحلة غربة، لكن اللي بيزود كمان إحساس بالغربة هو إن إحنا نكون في بلد مش عارفين فيها حد، أو إن إحنا بنسيب البلد اللي إحنا مولودين فيها وبنسيب أهلنا وبنعيش في مكان بيبقى صعب علينا مش فاهمينه، بيبقى صعب علينا إن إحنا نكون بنندمج فيه أو نتكافي. لكن بحلقات النهاردة إحنا يعني بنساعدكم إن أنتوا تكونوا بتفهموا حاجات كتير وبتفهموا سيستم البلد عايش يعني ماشي إزاي، وإن إحنا نتعامل مع الأمور والحاجات دي الهيستوري والكريدت والكلام ده كله إزاي. أتمنى إن إحنا نكون جاوبنا على أسئلتكم اللي وصلتني، أنا جاوبت عليها كلها، وهنبدأ دلوقتي الأسئلة التانية. ولو في أي أسئلة في الكلام اللي إحنا قلناه خطوط التليفون مفتوحة، أهلا بيكم وبأسئلتكم. أسيس كاتو، كنت عايز أقول حاجة قبل ما بتدي أسئلة. على الناس اللي بتفكر إنه أضبط نفسي مع الدخل بحيث أخد الفود ستامبس والبنفت والحاجات زي كده، حتى لو بشتغل ساعات كتيرة أو بجتهد أو كده أقلل عشان ما أخسرش البنفت دي. أنا بعتقد إنه اللي عايز ينجح في أمريكا لازم يتسلق سلم النجاح، بمعنى انه سلم النجاح في سلمة الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، فبيجي تحت الزيرو مثلا او في السلمه الاولى، بعد كده بيوصل السلمه الثانيه انه بيشتغل وبياخد بنفيت، ودي اللي بنتكلم عليها. عايز يقف هنا، لكن عشان يوصل للسلمه الثالثه والرابعه والخامسه لازم يتخطى السلمه الثانيه. فاي شخص عايز ينجح في امريكا وعايز يعيش حياه يستمتع بيها وكده لازم يكون عنده طموح ولازم يجتهد وما يبصش للبنفيت بتاعت امريكا انها حاجه تخليه يبقى كسلان او انه لا يجتهد، لان الشخص ده هيعيش كل عمره فقير. تعبان وفقير وهيجي في وقت كمان عقليه الفقير، مش عايز اقول الشحات يعني، لكن بيعيش بالعقليه دي طول عمره وبيبقى اسلوب حياه في ليميت لحياته بالزبط. وبعدين هيجي في وقت كمان لما يكبر المعاش بالنسبه له هيبقى قليل جدا، فهيبقى برضو عايش بالكاد في كل حاجه ومش هيسيب لاولاده حاجه يعني، مش هيشوف بركه ربنا لانه مش بيجتهد دي حلوه قوي، ده صحيح. طيب حتتك بقى ايه اهميه التامين او الانشورنس في البلد دي على العربيات او تامين على الحياه او تامين على البيوت؟ يمكن انا ليه سالت السؤال ده، لان في ثقافتنا احنا كشرقيين يمكن مؤخرا بنعمل تامين على العربيات علشان لو تعرضنا لا قدر الله لاي حادثه يعني بتنفع او بتشيل معانا. ده الكلام ده في مصر مؤخرا وعلى العربيات الجديده، لكن مش بنعمل ده على العربيات القديمه. لكن هنا لازم يكون في انشورنس على الاقل للغير، لازم بعمل انشورنس، ولازم يكون في انشورنس على البيت، حتى الايجار دلوقتي بقى في انشورنس ولازم مش لازم لكن كمان مهم جدا ان انا اعمل تامين على الحياه، انشورنس على الحياه. عايز اعرف ايه اهميه الانشورنس في امريكا او في كاليفورنيا يعني. هو زي ما حضرتك قلت يعني في حاجات اجباري وفي حاجات اختياري، بمعنى تامين العربيات اجباري، تامين على البيت اجباري، لو بتاجر مكان تعمل فيه بزنس صاحب الملك طالب منك تأمين، حتى لو بتأجر شقة في بعض الأماكن دلوقتي إجباري. لو بتعين موظفين لازم يكون عندك تأمين إجباري عشان لو حد اتعور، اللي هو بيسموه workers compensation. فvery much كل حاجة إجباري ما عدا التأمين على الحياة. بالظبط، التأمين على الحياة ونوع تأمين على العربية برضو. فطبعا ممكن نتكلم كتير في المواضيع دي، لكن انا عايزه معلومات يعني. لا عايزه التامين على العربيات اجباري، لانه لو خبطت حد تاني القانون بيفرض عليك ان لازم يكون عندك تامين، تدفع للناس التانيين علاج وندفع للناس التانيين تصليح عربيتهم. فهو الاجباري ان انا اكون مامن للاخر. مظبوط كده. اوكي مظبوط كده. لو واخد عربيه عليها قرض أو ليس إيجار لازم يكون برضو تأمين على العربية، ده يعتبر إجباري كجزء من العقد اللي بتمضيه لما تاخد عربية ليس أو تشتري عربية جديدة ويكون عليها قرض. الحتة الأولى اللي هي للآخر دي مهمة جدا، إنه ده إجباري الحكومة بتفرض على الناس كده، لكن الغلطة اللي الناس كلها بتقع فيها إنها بتاخد الستيت مينيمم ليميت اللي هو بس بيساتسفاي القانون لكن ما بيحميش الشخص. فأنا طبعا شفت حالات كتيرة جدا
اللي هو بيسموه او 15-30-10 بتبقى $15,000 علاج للشخص، 30,000 لو اكتر من شخص تعالج، و5000 تصلح عربيه الغير. طب ده لو هي العربيه قديمه، يعني هقول لك التفكير اللي العرب والمصريين بيعملوه بصراحه، وقول لي ده صح ولا غلط. يعني مثلا انا بقول العربيه دي قديمه، لا مش مستاهله، حتى لو ضاعت خلاص. ما بقوليش دعوه عربيتي خالص، بتكلم عربيه الاخرين اللي انت هتخبطيها، الشخص هيخبطها. عربيه الاخر، اوكي. عربيه الاخر، ما كله بيدفع للاخر. علاج بادلي انجري، علاج للشخص نفسه. الشخص ولو اكتر من شخص تعور، وتصلح عربيتهم لان الشخص اللي خبط هو اللي غلطان، فالقانون بيجبره يحمل هذا الانشورنس. الليمت بتاعت الاستيت 15,000 للنفر، 30,000 للحادثه لو اكتر من نفر تعور، و5000 تصلح عربيه الاخرين. فكري في الشارع هنا حوالينا، كم عربيه في الشارع تساوي 5000؟ او متوسط العربيه يساوي كام؟ معظم الناس بيركبوا هوندا سيفيك او كورولا او تويوتا او كامري او اكورد، العربيات دي تمنها حوالي $20,000 متوسط. فطبعا شفت حالات كتير ناس بتبقى عندها المينيمم ستيت ليميت اللي هو ال 5000 دي، فمش بيعرف او حتى 10. بيحصل العربيه بتبقى توتال لاس، بتروح، فالشخص على طول بيروح لمحامي، فالمحامي بيروح للانشورنس بياخد ال 5000 او ال 10000 اللي في الانشورنس، وبعد كده بيحجز على الكريدت كاردز بتاعه الشخص ده لو هو ما عندوش بيت، ما عندوش بيزنس، ما عندوش كاش، فبيتحجز على الكريدت كارد بتاعه. ايه الرعب ده؟ بيبقى مجبر ان هو مجبر ان هو يدفع الفلوس دي بدفعات وبفايده. يعني لو عنده مثلا كريدت كارد عليه $5,000 بياخدهم المحامي من غير اذنه، من غير ما يوافق او يمضي، وكمان شركه الكريدت كارد تعمل له 22% فايده على الفلوس دي. فبتبقى يعني الشيء بقى المؤلم جدا ان الفرق بين ال 5000 دي كفرج اللي هي بتاعت البروبرتي دامج اللي بتدفع للاخرين لعربيتهم، وبين مثلا 25,000 بتفرق حاجه بتاعت دولار في الشهر. مش اكتر. طب ما احنا ازاي نعرف احسن يعني احسن حته ممكن نكون بنصلب الاسيس كده؟ ايوه ما انا عارفه، بس انا عايزه رقم الاسيس. يعني احسن اسمه ايه، مستوى مثلا، او ايه اللي انا المفروض؟ مرتبط جدا جدا بالاسيتس اللي عند الشخص. يعني لو واحد عنده بيت غير واحد ما عندوش بيت. اوكي. فاللي عنده بيت ده لازم هيفرق ان اللي عنده بيت عايز يحمي بيته ويحمي الايكويتي بتاعته، هياخد البيت بتاعك اذا ما عندوش. لو هي في مشكله، لو بيته مثلا ثمنه 500,000 والقرض بتاعه 300,000، عنده $200,000 ايكويتي في البيت بتاعته، فلو عنده المينيمم انشورنس وخبط حد وعمل حادثه ودخل مستشفى عمل عمليه، ال 200,000 بتوعه اللي في البيت دول راحوا انتهى في غمضه عين. يعني هو وجود عندي بيت ده هياثر على انشورنس العربيه اللي انا هعمله؟ ما هو ده اسيتس، ده السوشيال سيكيورتي كمان، انت لما توصلها مع بعض كل شيء متوصل ببعضه. فطبعا انا بنصح الناس ما تاخدش المينيمم ستيت ليميتس ده خالص، ده ما يستاهلش، هو اجباري بس ده ما يستاهلش فلوس. يعني لازم على الاقل تضاعف ده مرتين ثلاثه، بمعنى بدل ما هي مثلا 15-30-5، وده اول سطر في الانشورنس بتلاقيه في البوليسه بتاعت اي حد، اللي هي بتبقى ثلاث ارقام 15-30-5، ده المينيمم ستيت ليميت، ده على الاقل يكون 50-150، وده مش هيفرق 5-10-15 دولار في الشهر، ما هياش حاجه ضخمه قوي، بس حمايه للشخص. طبعا ناس كتير بيبص للبرايس، يعني الفلوس اللي هتدفع كل شهر، هدفع كام في الشهر، لانه حاجات كتيره بصراحه بتدفع في الشهر يعني بالظبط، ومن غير ما يفكر في حاجه. لكن حاجه زي كده دي ممكن تضيع اهم حاجه في بوليسة الانشورنس، هو اللي انا هدفعه للغير، لانه انت مش عارف الناس اللي سايقه حواليك شكلها ايه. في ناس تقول لي انا بسوق بقالي 30 سنه ما عملتش حادثه، طب واللي حواليك؟ لا طبعا بالظبط، يعني يو نيفر نو. فمهم الناس تراجع الانشورنس بتاعها. القوانين هنا مختلفه كمان، يعني قوانين هنا مش مفهومه ومش واضحه كمان، مين امتى يبقى غلطان، يعني في حاجات احنا بنكتشفها لما بتحصل. طبعا لو شخص عنده اسيتس كتير، ودي بشوفها كتير، يعني تلاقي واحد عنده مثلا 3 4 بيوت وعنده بزنس وعنده 15-30-10، فطبعا ده لو حصل اي حاجه وحد اتعور بتاع مشكلة. يعني like this الفلوس بتاعته كلها تتشفط يعني. فمهم جدا الناس تراجع البوليسه بتاعتها، وده اهم ايتم في الانشورنس، اهم من الكوليجن والكومبرهنسيف. بعد كده الجزء الثاني من البوليسه، ودول جزئين اساسيين،
هو ما يدفع للغير، والجزء الثاني بحمي العربية بتاعتي أنا. معي عربية مثلا $20,000 على قد لازم احط عليها، هي غالية فلازم اعمل كده بالظبط كده. لازم احط عليها مثلا كومبان كوليجن عشان لو اتسرقت، اللي هو الكومبرهنسيف، او وقع عليها جذع الشجرة اتسرق منها حاجة، انشورنس بيغطيها بعد ما ادفع انا الجزء بتاعي اللي هو بيسموه الديدكتبل. والكوليجن لو في حادثة والعربية كلها راحت او محتاجة 5000 7000 10000 تصليح بيدفعوا ثمنها، بيدفع جزء صغير اللي هو الديدكتبل، والانشورنس بيدفع الباقي. طبعا ده كل ده مهم، بس الاولاني اللي اتكلمت عنه اهم بكتير. يعني مهم قوي ان احنا نكون بنهتم بانشورنس للغير، احنا بنحمي الثاني لان ده هيحميني انا كمان. اللايبيليتي، جزء اللايبيليتي اللي هو انا هبقى لايبل مسؤول لان غلطتي او حد من افراد الاسره خبط حد تعور او عربيته راحت او او او، فده حاجه يعني مسؤوليتي. لكن العربيه طبعا ممكن حد يكون عنده عربيه مثلا ب $10,000 وما عليهاش قرض ومحتار اعمل عليها فول كفرج ولا لايبيليتي بس، ده انا طبعا بفضل دايما الفول كفرج، انا بيحمي عربيتك. بس لو ماديا مش قادر يبقى للغير، بس لازم يكون عنده مستوى لايبيليتي اعلى. طبعا ممكن نتكلم ساعه في الموضوع ده. أيوه. لكن مش عايز اخد وقت البرنامج. بس مهم، لكن يعني حضرتك جاوبت على حاجات مهمه في بالنسبه كمان للعربيه. طيب ايه اهميه ان انا اعمل تامين على البيوت هنا؟ البيوت هنا طبعا ده اجباري، ده البيت مش مدفوع، وتشيز معظم البيوت مش مدفوع، فلازم البنك مش هيسيب لك، مش هيسيبك تمشي من غير انشورنس. ولو انشورنس اتلغى البنك بيجبر ويفرض عليك انشورنس وبيكون غالي جدا، لكن لازم يكون في انشورنس على البيت طالما في قرض. طبعا في انشورنس بيغطي الحريق، بيغطي السرقه، بيغطي هزات ارضيه، الحاجات بقى اللي هي الطبيعيه، البروكن بايب دي اكتر حاجه، الميه اللي بتضرب في البيت دي اكتر حاجه طب هل لو بيت قديم الانشورنس بيزيد عن لو بيت جديد؟ مظبوط، يعني في عوامل كتير حسب مستوى الارض وحسب الزيب كود وحسب حجم البيت وعمره واللي ساكن فيه سنه كام سنه وساكن فيه او مأجره، ففي كذا عامل بيحدد كده. لكن طبعا مهم لازم يكون في انشورنس، وانشورنس كويس لو حد عنده بيت، لان ده استثمار للشخص. في طبعا ممكن ايرث كويك، ده اختياري مش اجباري، وده بيفضل لحد يكون عنده اكويتي في البيت، يعني يكون عنده كاش، بمعنى ليتس سي بيته 500,000 وعليه قرض 200-300، فمهم انه دافع فيه كتير اصلا. بالظبط كده، يحمي الفلوس بتاعته الكاش اللي موجود في البيت بانه يشتري ايرث كويك انشورنس او فلاد انشورنس في بعض الاماكن، عشان البيوت ممكن تتزحلق من الطمي، فالفلاد انشورنس بيحمي البيوت من ده بيحصل هنا في كاليفورنيا. بيحصل لاجونا بيتش كتير على فكره، في الماونتنز وكده. فالفلاد انشورنس بيحمي البيوت من حاجات زي كده. طب بيفرق من سيتي لسيتي يعني؟ طبعا حسب مستوى الارض وحسب بعيد عن البحر قد ايه وحاجات يعني هو كده. الحاجات القريبه من البحر الانشورنس كتير اغلى. هانينجتون بيتش هنا كتير، انا لاحظت الحكايه دي. لايف انشورنس لو اي حد عنده عيله وبيحبها واولاد، ده ما هوش اختياري في رايي انا الشخصي، لان ما حدش هو دلوقتي كمان في مصر كل الناس اللي ماتوا ما حدش هيقول لك انا كنت متوقع ان اموت يعني. لا طبعا فلو حد عنده اسره وبيحب اسرته يعني بتبقى كفايه خساره لو حصل له هو حاجه. كمان مش حلو ان العيله تتشرد يعني، ويتاخد منهم البيت لو عندهم، فده يعني حاجه نابعه من محبه الشخص لاسرته انه لازم يكون عنده. مش عارفه تحبي نخش على البيزنس انشورنس؟ طبعا. البيزنس انشورنس ده موضوع كبير جدا جدا جدا، لكن في ناس بتبص له انها شطاره انه ما يشتريش انشورنس، لكن بيدخلوا نفسهم في مشاكل. لو عندك اي موظف بيشتغل لازم تكون عامل له workers compensation، ده قانون الستيت. وانا شفت ناس دفعت 21,000 غرامه وناس دفعت $14,000 غرامه عشان مش عاملين انشورنس، عشان مش عاملين انشورنس على الموظفين اللي عندهم part time و full time. yes. مش بس كده، لو الشخص ده ليتس سي رايح البنك يعمل ديبوزيت، يحط فلوس في البنك للشركه، او رايح البوست اوفيس اي مشوار، او حصلت له اي حاجه اثناء ما هو شغال وحصل له انجري او تعال اتعور او حادثه او كده، يبقى مشكله على المكان صاحب البيزنس، وممكن الراجل يخسر البيزنس كله بسبب حاجه زي كده. طب لكن لو عامل له انشورنس، ما هو برضه في ناس بتروح تشتكي وما عملوا لها انشورنس.
ما هو طبعا بس ما بيدفعش هو حاجه صاحب الشغل، الانشورنس هو اللي بيدفع. اوكي يا بشكرك للمعلومات دي، ويعني غالبا هتجي لنا اسئله برضو اقول لك على طول. اسيس كيتو، يعني المدارس في مصر عادي، انا اي مدرسه قريبه من بيتي او اي مدرسه سمعتها كده كويسه وفلوسها مناسبه ليا، لان كله طبعا بالفلوس هناك، المدارس الحكوميه ما حدش بيدخل فيها، بروح مدخله ابني. لكن هنا الدنيا مختلفه شويه، فناس جايه من مصر ومش عارفه قصه المدارس دي خالص، تختار المدرسه المناسبه ازاي، او ازاي تختار كمان السيتي او المكان اللي تعيش فيه بناء على المدرسه؟ يعني قول لي القصه، اشرحها لي. اتفضل يا سيدي. هي على تاسيس كده. المدارس هنا غير مصر. مش عندك اطفال ولا ايه؟ غير مصر خالص طبعا. المدارس هنا اول حاجه في ريتنج بتاع المدارس، ففي سيتيز معروفه بيكون فيها مستوى الجرائم قليل جدا، مستوى التعليم عالي جدا، بتختلف من سيتي لسيتي. وانا في رايي لو الشخص يقدر يسكن في سيتي يدفع ايجار اعلى ويسكن في سيتي كويسه احسن من مكان تاني، عشان المدارس دي حاجه كويسه جدا جدا. مدارس الحكومه هنا مش زي ما الناس بتفكر فيها في مصر، انا بناتي كلهم كل السنين دخلوا مدارس حكومه، لكن دور البيت لا يغني، سواء مدخل ابنك مدرسه مسيحيه او مدرسه حكوميه، دور البيت. فالناس ما تفتكرش ان هو هيتخلى من مسؤوليته يربي اولاده تربيه مسيحيه في مخافه الله بسبب ان دخلوا مدرسه مسيحيه. لا طبعا، فيهم مخدرات وفيهم كل حاجه في المدارس المسيحيه. المدارس المسيحيه بتعتمد على المصاريف اللي بيدفعوها الاهالي، ما بتاخدش تعضيد من الحكومه. مدارس الحكوميه بتاخد تعضيد كبير جدا من الحكومه، فبيبقى عندهم حتى امكانيات اكثر بكتير جدا من المدارس الخاصه. ودي حاجه احنا اتفاجئنا بيها. انا في حد قال لي المدارس الحكومه احسن من المدارس الخاصه، لانك انت بتتعاملي مع كل الجنسيات، مع كل الخلفيات، فبعد ما بيطلع الطفل منها وبيروح الجامعه ما فيش اختلاف، فبيعرف يتعامل مع الكل. يعني زي ما حضرتك قلت كمان الدور على البيت والكنيسه، يعني هي الفكره فكره البيت والكنيسه. لكن انا مش عشان اخلي انا امحي دوري او يعني اخلي دوري يبقى انا مدرسه مسيحيه فانا مطمن، فده لا. يعني قال لي المدرسه المسيحيه منعزله عن المجتمع اكتر، ودي مش حاجه كويسه، يعني هو مش هيقدر يعرف يتعامل مع المجتمع بعد كده. طيب ناخد معانا تليفون الاخ سمير. هلو. الو، مرحبا. اهلا بحضرتك. سلام المسيح. اهلا، سلام المسيح مع حضرتك، اهلا بيك. الله يسلمك. بس عندنا سؤال، انا هسه عندي سياره، انا هم انا جديد جاي هنا وصار لي ما يقرب سنتين الا شويه، وسيارتي مسويها ما اعرف، انا بعدني يعني حتى بالانجليزي مو قوي، بس سويت السياره، خذيتها فورد، سويتها فول كبر. يعني جديدة. حضرتك بتقول جديدة صح؟ موديل 2009. اوكي. 2009. طب سؤال حضرتك ايه؟ يعني هل يعني هسه انا يعني عن طريق يعني زين مسويها فول كبر ام مو زينة، يعني الانشورنس مال السيارة. اوكي يا اخ سمير، هنرد على حضرتك وبشكرك لسؤالك، اتفضل يا سيدي. طبعا شكرا جزيلا. بشكرك. طبعا فول كفرج احسن بكتير جدا جدا من اللايبيليتي، بس لانك بتحمي حضرتك العربيه والقيمه والمبلغ اللي دفعته فيه، لانك مش عارف ممكن يعني سمح الله ممكن عربيه مثلا تتسرق، ممكن حد يخبطك ويجري ما تعرفش مين. ففي الحالات دي شركه التامين بتدفع لك ثمن العربيه او تصلحها لك لو حصل حاجه زي كده. فمهم جدا جدا يكون عند حضرتك فول كفرج على العربيه، وخاصه حاجة زي 2009 يعني لسه فيها فاليو، قيمة كبيرة يعني. اوكي. نرجع للمدارس. طيب هل في درجات للمدارس وازاي ادور عليها؟ يعني ازاي اعرف المدرسة اللي هي الدرجة بتاعتها عالية او مستواها اعلى علميا؟ والحاجات دي كلها موجودة على النت، ريتنج بتاعها، يعني شوف السيتي اللي هتسكن فيها وشوف المدارس الموجودة أو المدرسة. في حاجة كمان، ما بيبقاش ليك حرية اختيار كتير المدرسة لو أنت ساكن في الحتة دي،
فبتبقى المدرسة دي تبع المنطقة دي أو تبع الحي ده أو كده. لكن طبعا من الأول لو بتعزل سكنك أو لو جاي جديد وعايز تسكن في حتة، فبتخش مثلا سيتي زي هانينجتون بيتش وتخش على السكول ديستريكت وتشوف الريتنج بتاع المدارس أنهي أحسن أو أنهي سيتي أحسن من التانية. فالحاجات دي كلها موجودة على النت يعني يو جوجل إت واتس فيري إيزي يعني بيبان الريتنج بتاعها كذا كذا يعني. طيب أسيس كيتو سوري مش أسيس كيتو الأخ مازن اديله شوية يعني ساكت كده. طب في المدرسة بيعملوا حاجة اسمها كريدت أو في بيبنوا حاجة اسمها كريدت في المدرسة، ودي هل دي في أي مرحلة دراسية والكريدت ده هيفيدهم في إيه بعد كده؟ أنت بتكلم على أي نوع كريدت؟ لا كريدت في المدرسة يعني كريدت إن هو يعني بيشتغل أكتر أو إن هو بينفعه في الجامعة أو إن هو داخل كلاسز رياضة وإكسرسايز أو على حد معلوماتي أو عيالي بيقولوا لي كده. هو زي تأهيل اللي بعطوهم زي ساعات يدرسوا للجامعة. أنا بنتي دخلت بالجامعة السنة هاي، ففعلا بالهاي سكول بعطوهم أشياء إنه يدرسوا على مستوى الجامعي هم بالمدرسة، بس طبعا ده بسموه إكسترا كريدت يعني أشياء إضافية إنه يعملوها بالنسبة لل. هل بفيد؟ طبعا كل شيء بفيد، بس بس بدي أرجع لنقطة الأسيس كده تطرق لها بالنسبة للمدارس. تعرفي موضوع المدرسة الخاصة عن موضوع المدرسة العامة موضوع كمان بتطلب إنه الشخص يدرس دراسة مزبوطة، يعني من ناحية المدرسة العامة بتقدر تروح على الإنترنت وتشوف، بس تقدر تروح على المدرسة نفسها وتتعرف يعني وتعطوك تور يعني مراتب وين ما رحنا تكون دائما تروح وتحضر حصة يعني زي ما بيحضر أي شخص تاني وحتى تشوف. بس كمان فعلا يعني المدارس خاصة فيها مشاكل مرات أكثر من المدارس العامة والعكس صحيح يعني. فالواحد وأنا مع الأسيس كيت وأنا يعني بالأردن بيقول إن أرست يعني تأرست من أنا مرة سكنت بمنطقة واكتشفنا إنه أولادي كانوا لسه بأعمار أصغر، بس لما كبروا سنتين المنطقة اللي أنا فيها المدرسة الهاي سكول مش it's not a good rating so اضطريت أبعت بنتي على مدرسة خاصة لأنه يعني الاحتماليات إن مش سهل انه تبعتيها على مدرسه ابعد عام لان هي بيبقى مرتبطه بالسكن يعني فالموضوع محتاج يعني انه الواحد ينتبه له لو الريت بتاع المدرسه قليل قوي ومش هتقدر تكون بتغير ممكن طبعا ده طبعاً. طريقه انك تتلاقي بس بنفس الوقت وكمان عشان ما نخوفش الناس بعرف اشخاص راحوا على مدارس صعبه كثير ولانه موضوع البيت مهم جدا وموضوع الكنيسه مهم جدا ارتباط الاولاد بالبيت وبالكنيسه الاولاد كانوا يعني ما تأثروش بالمدرسة اللي هم كانوا فيها فمن الجيلين بزبط يعني بس إنه الموضوع محتاج تفاهم وتتابع. بس ريت المدرسة مش ده بيفيدهم في التقديم في الجامعة بعد كده وانت طالع من مدرسة ايه وده بيفرق في الجامعة اللي بيقبل فيها؟ يعني ممكن بس هو الأهم عشان تعليم الولد نفسه يعني بالمدرسة اللي هو فيها عرفتي وهو بتعرف إيش الريتنج إنه كيف بيعملوا الريتنج هو عبارة عن الحكومة بتيجي بتعمل امتحانات حكومية للمدرسة وبأخذوا معدل قديش الطلاب جابوا فهذا بيقرر إيش نسبة يعني قدرة المدرسة على تأهيل الطلاب هذا الامتحان اللي بيعملوه يعني كل سنة أولادي بيعملوا الامتحان للحكومة. هو بالنسبة للهاي سكول قبل الهاي سكول ما بتفرقش لكن بالنسبة للهاي سكول ما بيفرقش الريت المدرسة ولا ما بيفرقش السكور ما بيفرقش الكريدت اللي هما بيبنوا يعني الجي بي اي لكن بالنسبة للهاي سكول سكند اند ثيرد يير دول بيفرقوا أكتر لأن قبل السينيور بيقدم على جامعات صح. فمهم جدا الاكتيفيتيز اللي بيعملوها زي كوميونتي سيرفيس ممكن حد مثلا يكون بيخدم في كنيسه فيكتب ان هو الكنيسه بتعتبر كوميونتي سيرفيس فده بتديله كريدت يحطه في الابلكيشن لما يقدم على جامعه والجي بي اي بتاع السكند اند ثيرد جريد بيفرق جدا انه يكون مثلا 4.0 او 3.8 او حاجه زي كده بحيث يكون عالي جدا وفي كمان الاس اي تي ده امتحان كل الناس بتاخده لان ده بيدي كريدت وبيخليهم يديهم فرص أكتر في الجامعة ده بالنسبة لدورهم في الهاي سكول إن هم يكونوا مؤهلين إن يدخلوا جامعات أكتر أو ياخدوا financial aid which is يمكن السؤال اللي جاي financial aid أنا خلاص قلت أو سألت ألفي علي طيب بالنسبة لا أنا بتكلم على الريت بتاع المدرسة ده بيفرق في الجامعات اللي بيروحها لو جاي لو let's say طالب جاي من مدرسة مش قد كده وجايب GPA 4.0
وواحد تاني جاي من مدرسة حلوة جدا وجايب جي بي اي 3.0. يعني هي الفكره برضو في الطالب نفسه بالظبط من خبرتي الشخصيه بس السنه هاي لانه تعرفت على هذا الامر من قرب عن ما انا بحاول برضو ما عشان عن قرب فعلا زي ما قال اسيس كيتوس الاكيوميليتيف كريديت تبعك اللي هو السنين الهاي سكول الجامعه بتطلع على قديش المعدل العام مش بس لاخر سنه بس للسنتين الكاملات السنتين اللي قبليهم اخر سنتين قبل الجامعه اكشوالي الثانيه والثالثه مش الرابعه yeah. لانه يبتدوا يقدموا على جامعات وهم في السينيور وهم في اخر سنه في هاي سكول صح يبتدوا يقدموا على جامعات السينيور ثاني اللي هم الجونيور والسوفمور اوكي سوفمور والجونيور دول اهم سنتين في الهاي سكول اللي هم تاني سنة وتالت سنة. مش الأولى والرابعة. يعني. وده بيفرق بإيش لأنه لما بيقدموا يعني لما بتقدم للجامعة إنه لما قدمت نتالي الجامعة اللي راح هي طبعًا لازم تقدم لجامعات مش جامعة. مش حتى واحدة بس. يطلع لها وفي جامعات بتطلعوا يعني كلياً على الجي بي اي تبعك وبالنسبة للأشياء الثانية بتطلع على الكوميونيتي سيرفيس بتطلع على عندك رسالة yeah. عندك رسالة من يعني من المدير المدرسة اللي هي ريكومنديشن إنه فبتطلعوا على كثير أشياء حاجات كتير مش بس يعني نتاليا yeah. قدمت بنتي 14 جامعة طلع لها بس باثنين واو ومع إنهم معد يعني شيز هير سكور 4.2 يعني اتس لايك الهايست ريتنج بس إنه في جامعات عندهم قوانينهم بالنسبه لمين بيقبلوا قديش بعدك عن الجامعه ايش يو نو فالموضوع والاولاد بدرسوهم بالمدارس يعني هاي الاشياء اشطر منا بكثير اذكى منا بكثير ما العيال بيبقوا عارفينها بس يعني. يمكن برضو انا بتكلم على اللي هم لسه جايين والأهالي يعني أيوة بالضبط واللي لسه جايين داخلين على الهاي سكول شباب يعني فبيبقوا مش عارفين روح. ايه النظام وبياخد وقت طيب بالنسبه بقى للمهاجرين يعني ناس جايه لسه وعيالهم لازم يدخلوا الجامعة بعد سنة مثلا من الهاي سكول أو جوم في اللي هو السينيور أو السنة اللي قبل السنة ومش بيلحقوا يلاقي يبنوا كريدت أو يعني يكون ليهم يعني جي بي اي جي بي اي أو مش بيبقوا فاهمين النظام قوي فما فيش قدامهم غير ان هم بيدخلوا كوميونيتي كوليج أو ما لهمش هيستوري قوي فمش بيلاقوا جامعات بتقبلهم فالفرق بين الكوميونيتي كوليج واليونيفرسيتي او الجامعه اللي هي بيقدموا لها بفلوس بقى وكده هتفرق ايه في حصولهم على شغل وهل بيخلصوا كل يعني الاربع سنين في الكوميونيتي كوليج ولا طيب الكوميونيتي كوليج سنتين بس وبتبقى طبعا سهله ومش مكلفه وريكومندد لو حد جاي ما خدش هاي سكول هنا فحلو يخش الأول كوميونيتي كوليج سنة أو سنتين بحيث يبتدي يتعرف على النظام هنا ويتعرف على أسلوب الدراسة وحاجات زي كده فبيخش أول سنتين كوميونيتي كوليج لكن بعد كده لازم يخش جامعة سنتين التانيين وحلو أنه يبقى متخرج من الجامعة بعد كده ما بيبقاش 100% زي اللي أخذ أربع سنين في جامعة لكن ستيل متخرج من جامعة مش من كوميونيتي كوليج هو في ناس في ممكن يتخرج من كوميونيتي كوليج اللي هو بعد السنتين دي لا ما بياخدش باتشلر الناس مش بتكمل دراستها اصلا بالظبط كده زي هاي سكول دروب فلكن لو شخص اخذ هاي سكول هنا فده بيبقى فاهم الدنيا وعارف النظام فيفضل لو قدر انه ياخد الاربع سنين اللي جايين كلهم في جامعه ما يروحش كوميونيتي كوليج دي بتحط قدامه تحديات اكتر لان الجامعه بس بتبقى اصعب يعني هي المشكله بتبقى مش فيه قد ما هي المشكله في ان الجامعات دي تقبله لان هو لسه جاي هو اكشوالي معظم الجامعات ويل بيتكلم على لسه جاي ولا خد هاي سكول هنا حتى لو اخذ هاي سكول سنه او سنتين برضو بالنسبه لهم لا مش هو هيلاقي جامعات تاخده هنا حتى لو لسه جاي فعلاً؟ بس كله بتمنه وكمان بيعتمد على ايش بده يدرس بالظبط نوع الدراسه لانه يعني مثلا بدك تدخل طب بيختلف عنك تدخل تجاره ما بدك تدخل بيختلف عند فالجامعات بتطلعوا لانه بيكون عندهم اعداد معينه بدهم يقبلوهم وكله بيعتمد على مين اوت اوف ستيت انسايد ستيت مين بيدفع اكثر طبعا ما هو بزنس يعني ات ذا اند اوف ذا داي اكشلي انا اعرف شركه شغلتها بتجيب طلبه من اوفرسيز يخشوا في جامعات امريكا وبيقبلوهم بس عشان هيدفعوا 35000 ولا 40000 في السنه بينما طالب محلي بيدفع 15 مثلا فسمتايمز بزنس اكتر يعني well,
كان سي ات از يس اند نو. يعني هو في مصر بقى كده، عايز اقول لك يعني لا هنا بس هنا بس اوفر. التوضيح يعني هي بجوز مضمونها بزنس، بس هدفهم الاول التعليمي بس، انه يعني كمان هم لازم يعملوا بروفيت، يعني لازم يعملوا ارباح حتى يكملوا يخلوا الجامعه تمشي، بس ما بتعاملوا بهي الطريقه انه بدي اجي انا بس. بس في اشخاص في شرائح ممكن تتعامل هيك، بس بشكل عام يعني مثلا جامعه يو سي ال اي هون انا يعني مش بالاردن بقول تعقدت، يعني اي واز كنت مستغرب كثير، 125 ألف طالب بيقدموا لهم كل سنة. دي اللي في إيرفان؟ يو سي إل إي في لوس أنجلوس. لوس أنجلوس. 125 ألف طلب. واو. يعني وبنتي كانت واحدة منهم ورفضوها، يعني ما حتى العلامات، لأنه عندهم طرق خاصة. يعني بيرفضوا 87 ألف من ال 125 علشان هم اوريدي مليان عندهم طلبات، عندهم مليان جامعة لها شهرتها ولها اسمها، وبيفضلوا اللي جايين من بره الاول عشان بيدفعوا فول فول بورد يا كل شيء. طيب بس انا اسمع عن طلبه بياخدوا خصم في الجامعات، او يمكن في منهم مش بيدفع فلوس خالص. يعني هو طبعا هنا في في سكولرشيب، يعني انا اعرف اكشولي حد لانه طويل فخدته جامعة 4 سنين ببلاش عشان يلعب باسكت بول في الفريق، والفريق يكسب لأنه في واحد طويل، ففريق الجامعة هيكون بيكسب وبيفوز على جامعات تاني لأن الطويل بيبقى أسهل له. يعني رغم أنه بس بيلعب أوريدي باسكت بول ولا لأ؟ هو لا، هم بياخدوه هم يدربوه بيلعب عادي، يعني مستوى هاي سكول ما هوش بروفيشنال يعني. واو. لكن الجامعة خدته وديت له فول سكولرشيب في ديفيس، يو اس ديفيس في سان فرانسيسكو، والاربع سنين ما دفعش حاجه عشان بس يلعب في فريق الجامعه. ففي حاجات كتير سكولرشيب زي كده. في حد ممكن يعني ارجع تاني باك اب سن حته اللونز والتيويشن وكده، طبعا الحاجات اللي في هاي سكول اللي هم الجي بي اي والاس اي تي والكوميونتي سيرفيس وحاجات زي كده، كل دي الجامعه عايزاها. فممكن حد بلغ ما هيدفع 30,000 تقول له لا احنا نديك 10 وانت تدفع 20,000 بس. لان الجامعه عايزه ناس برضو يكونوا متفوقين عشان سمعه الجامعه. انا اعرف برضو حد في العيله عندي متفوق ودخل من غير فلوس خالص. يعني منحه جزئيه او منحه كليه، يعني منحه كامله او منحه جزئيه، ده على حسب برضو تفوقه في الدراسه يعني. هم واحتياجات الجامعه، تفوقه هو وايش احتياج الجامعه بالنسبه له، يعني واللي بيلعب رياضه، يعني الحاجتين هو متميز في نوع رياضه والمتفوق في الدراسه. والاثنيسيتي يعني لو حد مثلا عايزين شويه تشاينيز، عايزين حد شويه كل ده بيفرق. يعني الجامعه كمان فيها اللي هو الفاينانشال ايد، في الفيدرال وفي الستيت، اتكلم عنها الاخ الفي الاثنين. فاللي داخل جديد لازم يقدم على الاثنين، ودول اي ثينك مع بعض في الفافسا. لكن في بعد كده برايفت سكولرشيب كتير، فممكن يتكلم مع الكونسلر ويلاقي شركه مثلا بشتغل فيها اولادي ممكن ياخدوا فاينانشال ايد كل سنه لغايه 4000 دولار او 6000 دولار. ففي فاينانشال ايد برايفت كتير بره الستيت وبره الفيدرال، بس لازم الناس تقدم عليها وتدور على النت او تتكلم مع الكونسلر بحيث يو نو يقدروا يلتحقوا بالجامعه اللي نفسهم فيها باقل التكاليف. طيب هو جاي لي سؤال، بس السؤال ده يعني هو ده خاص بألفي، فأنا يعني أقول لكم في كنترول روم ادوها التليفون. الأخت اللي بتسأل على حسابها مع أخوها في البنك وهي بتاخد بنفت، فهو اللي ده هيأثر على البنفت بتاعتك ولا لأ، فياريت تدوها رقم تليفون الأخ ألفي. طيب إيه الدراسات القصيرة اللي تنصحوا بيها اللي ممكن أي حد لسه جاي ياخدها عشان يلاقي شغل حتى لو بطريقة مبدئيا؟ يعني تفضل يا خميس. يعني من وجهة نظري بجوز في دورات قد ما بدك دورات، موجود دورات يعني، بس إذا واحد جاي جديد من البلاد أنا من أكثر الأشياء بشجع أحب عليها ادخل بالإنجليزي، تعلم الإنجليزي، تعلم اللغة، يعني هي مفتاح البلد يعني. بدائيا طبعا لازم تتعلم لغه، بس اوكي احنا عدينا الحته دي. ايه الحاجه اللي ممكن تكون سريعه وبيلاقي منها شغل برضو وحتى لو بطريقه لغايه ما يدرس حاجه يعني؟
يعني في كثير يعني مطاعم، في مجالات بالمطاعم، في مجالات ب شغل وظائف. انت بتتكلم على وظائف دراسه ودراسه؟ لا دراسه. يعني انا اعرف في فارماسي تكنيشن دي 3 شهور بس او يمكن شهر ونص بس. يعني لو حد هو في مصر فارماسيست، لو هو كان دكتور في مصر او صيدلي، لا لا فارماسي تكنيشن لا. تكنيشن اوكي. فارماسي تكنيشن لا خالص مش شرط يعني. اوكي في يعني تدرسي على الشعر، تقص شعر، تدرسي بيانو، في هون مكياج، في ناس تدرس عن المكياج، في كثير اشياء. بس انا كمان بمحض وظيفتي بشجع الاشخاص دائما اعمل إشي بتحب تعمله. يعني ما تعمل إشي عشان مضطر تعمله، اعمل إشي بتحب تعمله. لانه اختي امل، انا لما بديت بالشركه اللي بشتغل فيها كنت اشتغل كاشير. واو. كنت موظف أشتغل على الكاش ريجستر، كانوا يدفعوا لي 5 دولارات و75 سنت بالساعة أمام الرب يسوع قبل 20 سنة. وأنا بدأ مشواري مع الشركة اللي بشتغل فيها كده. طبعا الرب بعطي النجاح، والرب هو اللي بعطي التفوق، والرب هو اللي بعطي اللي بيقود أمور الحياة. وأنا افتخاري مش أنت مش مجتهد يعني. مش بوظيفتي ولا بمركز ولا بأي شيء، بالعكس أنا أكبر شرف عندي إنه بخدم يسوع وخدام يسوع، وده حقيقة مش كلام. بس اللي قصدي أقوله لما بتعمل شيء بتحبه أنت بتتفوق فيه، بس إذا بتعمل شيء ما بتحبه مش هتصمد فيه. بص يعني هي دي طبعا عندك حق طبعا، وكل واحد يتمنى أنه هو يشتغل اللي بيحبه، لكن في ظروف الحياة بتبقى شوية صعبة عمليا يعني. لكن في مثل بيقول حب اللي بتعمله. ممكن. يعني مش يعني ده أوقع بكتير من أنك أنت تعمل اللي بتحبه يعني كمجالات متاحة ليك في الدنيا يعني. طبعا وأنا مش عايز أخفف الأمر، بس بقول يعني بأمريكا بشكل خاص، يعني أنا عشت أنا هنا يعني صار لي بقالي 25 سنة برا وجوا أمريكا، إنه متوفر الإشي اللي أنت بتحب تعمله. إذا أنت بتتعلم الإنجليزي بتدخل بالإنجليزي، والإشي الثاني if you're willing to work hard، يعني إذا أنت جدي إنك تشتغل عشان تعمل. أنا بعرف أشخاص أخت أمل بيقولوا لي يعني بطريقة أو بأخرى أنا بعمل اللي علي وماشي. طبعا اذا بتعمل اللي عليك وماشي مش حتتفوق، مش حتتقدم، حتضلك من مكان لمكانك سر، يعني زي ما بقولوا انه مش حتتحرك. بس اذا بتحط مجهود باللي انت بتعمله شيء خصوصا انت بتحب تعمله حتتقدم وتتقدم بسرعه. يعني وهي بجوز اكثر الاشياء اللي بامريكا بتفرق عن بلادنا العربيه، بانه الفرصه متاحه، الحياه هون فرص، والفرصه لما بتستغل الفرصه اذا انت بالمكان الصح روحيا وقريب على الرب والرب اللي بيعطيك الحكمه وبتاخذ الفرصه، صدقني راح تستغرب من قديش تتقدم لقدام. وهون يعني حلاوة البلد، ما زال في فرص، ما زال في فرص كبيرة، بس you have to be willing. حماتي دائما بتقول لي God will help those who will help themselves. يعني الرب حيساعد اللي بيساعدوا أنفسهم. صح كده. فساعد نفسك عشان الرب يساعدك. صح. ربنا بيساعدني، بس هو محتاج ان احنا نساعده في ان هو يساعدني يعني. بالضبط. اس يعني. اتفضل يا سيدي. ايه رايك في الدراسات اللي ممكن نكون بندور عليها او حاجات قصيره، او هل ده فعلا ده حل ولا دي تبقى بطريقه مبدئيه؟ لا هو ده طبعا احسن بكتير من اي حد يجي يعني يخبط في اي حاجه ويفضل فيها طول عمره. يعني مع كل احترام الناس اللي مثلا بتشتغل في جاز ستيشن، انا ما كنتش لاقي جاز ستيشن دي وانا جاي جديد. لكن حد بيشتغل جاز ستيشن ما تبقاش هي دي حياتك وهي تعيش وتموت في الجاز ستيشن او في سكيورتي او خطوة يعني. او جاي من هنا لهنا. لكن في دراسات زي ما حضرتك قلتي ممكن يدرس 6 شهور 3 شهور سنة سنتين وبعد كده يضاعف الدخل بتاعه. صح. يعني تكنيشن زي ما قلتي، حد بتاع اكس راي، انسبكتور، في حاجات كتيره يعني. يعني دي حاجات كتير بس لازم دي اللي هي اوقات ريل ستيت انسبكشن تبعت يعني دراسات قليله. ده انا بتكلم على اللي هي شهرين ثلاثه كده، يعمل لايسنس مثلا، يبيع تامين مثلا 3 شهور ويبقى يكمل بيبني كارير بحيث يبقى الشخص يبقى بروفيشنال، ما يبقاش عايش في مستوى ال 10 12 دولار دي طول عمره ما يقدرش يدفع بيها الايجار وياكل اسرته. وكمان مرات في ناس بتصير تضحك علي لما بقول لهم بشتغل مثلا، بيسالوني بتشتغل، بقول لهم بشتغل بمطعم. يعني بشتغل انا شركه مطاعم، انا عندي الشركه المسيئه اللي بشتغل فيها. بس الفكره على الكلام الاساسي، بتعرف لما تكبري بالمطعم معدل الموظف المسؤول عن مطعم واحد بالشركه اللي بشتغل فيها من 50 ل 70 ألف دولار بالسنه مهيته. ده بس مسؤول عن مطعم واحد، مدير مطعم، مدير مطعم مش صاحب مطعم، مدير مطعم بس، مدير بيشتغل. مساعد المدير بيعمل 40 ألف.
اللي قصدي اقوله انه ما تستصغرش الامور بس تطلع عليها. لا هو احنا مفهومنا الغلط كشرقيين، لان احنا برضو نظرتنا للمطعم هو محل كده على حاره، على الفحاره ولا في شارع ولا على ناصيه شارع، لكن هي دي بتبقى شركه كبيره طبعاً. ومجموعه مطاعم مش هي مطعم، هي اكبر شركه مطاعم في العالم. بس اللي قصدي اقوله طبعا في اشياء كثيره يعني، بس احنا مرات بنخاف ايش بنقول، هيقولوا علي ايه إذا عايز، إذا جاي على أمريكا وتقول حتقول علي الناس إيه، أنت بالمكان الغلط. مزبوط. لأنه الناس حيقولوا عليك إذا أخذت الإشي اللي منيح حيقولوا، وإن أخذت الإشي اللي مش منيح حيقولوا، يعني بالناحيتين حيقولوا، فما تنتبهش للناس. أنا عيني على الرب وأعمل المطلوب من الرب. طيب في سؤال مرة على قصة صغيرة قوي، بس زمان كنت بشتغل في شركة تأمين غير اللي أنا فيها دلوقتي من حوالي 18 سنة، وكان الدخل محدود والشغل شاق جدا، فقلت للمدير إن أنا ماشي، فقال لي انت الدنيا شكلها، بيقولوها بالامريكاني ذا جراس لوكس جرين ان ذا اذر سايد، يعني الدنيا ملونه ومزهزهه ليك الناحيه الثانيه، وهتمشي وهتخسر اللي انت فيه دلوقتي. قلت له حاجه، قلت له كل اللي انا مديون لك بيه يوم الايام هبعت لك فاكس بنسخه من الشيك بتاعي، ده كل اللي انا مديون لك بيه مش اكتر، واديته رقم، ورقم عالي بس. يعني فلازم الواحد يكون عنده طموح، عنده طموح مش هيفضل في حته وخايف. ودخلت كمان الشغل الجديد اتس وان واي تو جو، يعني الفشل ما هوش اوبشن، النجاح اللي هو الاختيار الوحيد. يا صح. طيب في طالب بيسال ان هو خلص الجامعه وما لقاش شغل في امريكا وراح بلد ثانيه، ولغايه دلوقتي عليه ديون مش عارف يسددها، او عليه قرض لون الجامعه دراسه ومش عارف يسددها، يعمل ايه؟ راح بلد تاني. هو طبعا دي مشكلة رهيبة، لأن القرض بتاع الطلبة والفلوس اللي I think بتاعت الديفورس دول أصعب حاجتين في أمريكا التخلص منهم. مش هتقدر تدفعهم مش يعني. دول لازم يدفعوا، يعني ده مش هيعرف يخش أمريكا تاني مثلا ممكن. فما أعتقدش هو عمل القرار الصح. أنا كنت أقترح إنه يكافح أكتر ويبتدي إن شاء الله بحاجة قليلة، لكن يتسلق سلم النجاح بأنه لازم كان يكمل هنا ويدرس حاجات تاني ويشتغل ساعات طويلة بحيث يدفع القرض ويكمل في البلد دي. لكن طيب. أنا ما انصحش حد يعمل القرار ده تاني. فعلا هو في كانوا بيقولوا لي في الكنترول روم في شركات بيسهلوا دفع القرض أو بيشيل جزء منه، يعني بيتفاوض معهم، بس أنا ما أعرفش إيه الشركات دي يعني، فياريت العارف يقول لنا وإحنا نوصل لل. مش for students loan I doubt. Yeah. Student loan is almost federal يعني. تقدرش you can't miss with it. You cannot miss with it. يعني بتقدرش تتهرب منها. البلد دي صعبة بصراحة. معنا تليفون. الأخ شنودة. أهلا بحضرتك. شنودة من إلينوي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وأهلا بالأساتذة اللي مع حضرتك، لأن أنا بصراحة لسه بشغل التلفزيون لقيته قدامي، بس لقيت الموضوع أنا اللي شغلني. اتفضل. طب من عند ربنا، نشكر ربنا. أنا بدرس إنجليزي هنا، وعملت إيفاليويشن للباتشلرز بس مش في إلينوي. أوكي. عدلوها لي ب 150 كريدت أور. أوكي. وبعد كده قالوا لي سيب ولاية إلينوي عشان تقدر تعادلها كويس في أي ولاية تاني، وتقدر تخش على ماستر ديجري أو حاجة أكبر، لأن في إلينوي هنا قالوا لي هتكون صعب عليك. فأنا عايز نصيحة. طيب أسيس كيتو عندك. هو حلو أن طبعا عملوا إيفاليويشن ودوك الـ 150 يونت ده، ودي حاجة مش وحشة لو تقدر تشوف أكتر ولاية تناسب الكارير بتاعك او كده. ديفينتلي اتس خطوه كويسه، لانها هتسهل لك مشوارك بعد كده، لانك ممكن تكون الكارير بتاعك مطلوب في ولايات تانية اكتر من إلينوي، فدي هتبقى فرصه كويسه ليك ولمستقبلك. فديفينتلي يعني ما ترددش في حاجه زي كده. انا شخصيا يعني ده بيفرق من ولايه لولايه يعني. طبعا. واو. طبعا يعني. اتمنى يكون. اتفضل يا اخ شمد. نقل من ولايه لولايه احسن، اعتقد كده. بس طبعا اتاكد اخ شنودة انه الولايه الثانيه هتدي لك هيعتمدوا الساعات اللي انت اخذتها. بالضبط. يعني يكون عندك اوراق من الرسميه منهم انه حيعتمدوا، لانه مش عايز تنقل على الولايه الثانيه ويكون يعملوا لك زي الولايه اللي بإلينويز.
لازم يكونوا بيقبلوا الورق بتاعه قبل ما انت بتاخد قرار النقل. طبعا ده كل ده هوم ورك طبعا لازم يتعمل قبل ما ياخد قرار. طبعا يا شكرا ليك ولمداخلتك. طيب أستاذ كاتو، احنا اتكلمنا عن الانشورنس العربيات، لكن العربيات بقى نفسها تفضل ايه، الواحد يشتري عربيه ولا يتأجر عربيه؟ هو الموضوع يرجع للميزانيه بتاعه تكلفه استهلاك عربيه في الشهر. يعني كل واحد معاه عربيه، لكن تكلفه استهلاك العربيه ممكن يكون $100، ممكن يكون $500، فده بيختلف من حد للتاني. طبعا مرتبط كمان بالدخل بتاع الشخص وحجم العيله. ادي مثل، لو حد بياخد $5,000 في الشهر وعنده اسره، ما ينفعش يجيب عربيه بالبيمنت بتاع $500 او 400، لان ده يحط عليه لود وعبء رهيب. طيب خلينا نقول ان العربيه لما اشتريها جديده القسط بتاعها هيبقى اغلى من لو عربيه ايجار ليس، صح؟ لا لا، كل ده متوقف. ممكن يبقى نفس البيمنت. ايه ده فعلا؟ ممكن يبقى نفس البيمنت. هو بعض الحالات الليس والشراء ما بتفرقش خالص. هديكي مثل عربية، أنا هدي أرقام بس يعني عشان سهل المفهوم. بالظبط. عربية مثلا ب $25,000 اشتريتها ليس ب 350 في الشهر. ليس اللي هو إيجار. إيجار لمدة مثلا 4 سنين. 350 في الشهر يعني 4200 في السنة، 4 سنين 16,000. فالعربية اشتريتها ب 25، دفعت 16 وبعد كده حدها لهم تاني. كويس؟ لأنها ليس. فأنا ببص إن أنا خسرت 16,000 دول. بس طب لكن خليني رياليستيك. يا بس هي مش خسارة، هي العربية أوريدي خسارة. لا لا لا، اشتريتها اجرتها هي خساره اساسا. والما لازم شخص يستعمل عربيه يعني. بس انا بخسر الفلوس دي في كل الحالات طبعا، لان العربيه خصوصا العربيات الجديده طبعاً. لان هي يعني من اول شهر انا بستعملها ثمنها بينزل. هو ايتم استهلاكي العربيه معروفه بالزبط. ما هياش ديبريشيت، دازنت ابريشيت، ثمنها بيزيد زي البيت. العربيه استهلاكي، لكن استهلاك عربيه مثلا ليس كلف 15,000 في 4 سنين، عربية استعملتها جديدة ب 25,000 استعملتها 4 سنين برضو ممكن تجيب بعد كده 10-12,000. ففيري ماتش ذا سيم، صدقيني محسوبة، هم حاسبينها حتى هنا وهنا هتدفع نفس الدفع. طيب تنصح بإيه؟ وين بتعرف وين بتفرق؟ لما تشتري سيارة حقها $5,000، عرفتي؟ بس طبعا لو لما تشتري سيارة اوريدي مستهلكة ويعني مش هتدفع دفعات شهرية، بس طبعا هتدفع على تصليح السيارة، خصوصا الولايه اللي بتعيش فيها. اذا بكاليفورنيا بدك تقدر تطلع فيها على الفري واي، واذا بدك تطلع على الفري واي مش هتروح محل يعني. كله محسوب مع بعض. طيب هو خلاص وصلتني. بس بمناسبه بقى ان كل حاجه محسوبه، فالسؤال اللي جالي دلوقتي بيقول لي لو عربيه ليس وبيقول لك بعد 3 سنين الباقي سعر العربيه هيكون كذا لو انت عايز تشتريها، اوكي؟ هل الفلوس اللي انت دفعتها بالفوائد وكله هم حاسبين كده يعني حاسبين الحسبانه؟ هو طبعا محسوبه. هو الراجل اللي بيبيع العربيه بتاع الديلر ما بيفرقش معاه اديها لك ليس او باعها لك، على فكره ان هو عامل نفس الكوميشن بتاعته، هو بيبيعها ليس او بيبيعها وهم كمان يعني نصب نصب من واحد للتاني لا ما تكلفه المعيشه. انا عشت هو ميزه الوحيده اللي انا بشوفها في الليس عن الشراء، لما بتشتري عربيه بتدفع التاكسس بتاعتها كلها اب فرونت، لكن لما بتشتري ليس بتدفع البيمنت الشهري بس. فدي حاجه. لكن الحاجه المهمه والاهم من كده، البادجت او المبلغ المخصص من ميزانيتي لاستعمال العربية، دي النقطة المهمة، حسب الدخل وحسب حجم العيلة. فممكن أنا شخصياً طيب لو ليس يعني هو بياخد الفوائد بتاعته كل شهر ولا مش بتتحسب على توتال العربية فهي بتتقسط معايا ولا إيه النظام يعني؟ الليس ما فيها عليها فوائد، ما بتدفعيش فائدة، انت بتدفع بس قيمه السياره. طب ما ده احسن لي ان انا اخدها ليس وبعدين ابقى اشتريها. او بس ما في الليس له حسنات وله سيئات. من سيئات الليس انه بعطوك بيسمحوا لك عدد اميال معينه بالسنه تستخدميها. اوكي، ما انا عارفه. فاذا طلعتي فوق الميل حتدفعي 15 سنت على كل ميل، بمعدل 15 سنت على كل ميل زياده. ما
بعدين حيدفعوك ثمن اذا العجله بتاعتها اذا مهريه باخر ثلاث سنين لازم تغيرها حتغيريها اذا مضروبه لازم تعملها كلها. هاي من مساوئ الليس، بس الليس باخره بسموه يعني في نوع، انا داخل بالليس لانه انا عندي ليست كار، سو في شيء اسمه اوبن جا. اوبن جا باخر ثلاث سنوات عندك ثلاث احتماليات، يا بترجعيها للشركه بتاخذي واحدة سياره ثانيه، يا انك بتدفعي ثمنها الباقي عليك وانت بتكوني متفقه من لما تاخذي الليس ايش الثمن بعديها، او الاحتمال الثالث تروحي تبيعيها لوحدك وتسدي الدين اللي عليكي. عرفتي؟ اوكي، دول الاحتماليات للليس. بس انه طب ابيعها من غير ما اشتريها ولا اشتريها وبعدين ابيعها ولا ايه؟ مش هتقدر تبيعيها الا لما تشتريها. بالظبط، انا اشتريها وبعدين ابيعها. طيب ايه الاحسن، ان واحده يعني عربيه، انا عندي عربيه ليس مثلا، انا عندي فعلا عربيه وهرجعها بعد ثلاث سنين، او بعد ثلاث سنين انا عملت المايلج كتيره عليها، فهدفع بدل ما ادفع فلوس هشتريها، وانا مقرره ان انا اشتريها، فاحسن ان انا اشتريها ولا ارجعها واجيب عربيه ليس تاني حتى لو انا مش عامله مايلج كتيره؟ ايه الاحسن، احسن ان انا ارجعها واجيب واحده ليس ولا اشتريها؟ هو يرجع للدخل بتاع حجم الاسره. طب ليه هيفرق؟ هيفرق. هدي مثال بسيط، هدي مثال، حد اشترى عربيه ب 12000 دولار قديمه او مستعمله، مش يعني مستعمله كاش او كده، واستعملها اربع سنين وباعها ب 6000 دولار مثلا، فاستهلاكه في السنه 1500، في الشهر 120 دولار، ممكن نخليها 200 عشان ممكن يكون في تصليحات للعربيه، فده فرق بين استهلاك، تكلفه استهلاك عربيه في الشهر 200 دولار ولا 350 لو جابها جديده وليس. ده يرجع للبادجت بتاعت الشخص. صح. يعني في ناس ممكن يكون دخله 3000 دولار وعربيه بتكلفه 600 دولار، ده 20%. انا ريكومند انها تكون 5%. استهلاك، تكلفه استهلاك عربيه بالنسبه للانكم تمثل 5%. بالظبط. ده رايي الشخصي. في ناس 15 20 فتلاقي ممكن مش لاقي ياكل وراكب عربيه جديده وبيدفع لها 400 دولار في الشهر، دي حاجه مش مظبوطه. طب ماشي، بس حضرتك انا مش حاسه ان في فرق، هو قدامي دقيقه واحده بس يعني انا مش شايفه ان في فرق بين الاثنين، لان القديمه محتاجه برضو مني تصليحات وحاجات وحاجات تتغير، لكن الجديده انا بدفعها في الشهر اغلى، لكن بتوفر لي بعد خمس ست سنين او الثلاث سنين اللي انا واخداهم ليس، مش بصرف عليهم. هي بيس اوف مايند مش اكتر، لكن في عربيات كتير ب 10000 زي الفل وماشيه وما بتبصش وما لا بس انا راكب عربيه مستعمله 9 سنين ماشي، بس بيجي في وقت انت لازم بتغير، محتاجه تغيير اساسا، محتاجه. مازن عايز يجيب له عربيه جديده. بس سالت سؤال على الليس، باخر الليس بعد الثلاث سنوات دائما في بتقدر تفاصلي مع الديلر، خصوصا اذا قدرت، اذا انت عايزه تاخذي سياره من نفس الديلر بس سياره جديده. انا كان عندي، كنت بحاله انه طلعنا فوق المايلج، وطلعنا كثير اولموست 17000 فوق المايلج على السياره. بعد الثلاث سنوات انا قلت للديلر اذا عايزني اشتري من عندك لازم ما تدفعنيش على المايلج، ما دفعنيش على المايلج. ففي طرق يعني ده راجل طيب على فكره، لا بدك تدفع، لا مش ما هو مفاصله كله يعني. اخر حاجه اقولها انه اي وود راذر ان انا اركب عربيه ب 10000 دولار وعندي 10000 دولار في البنك، احسن ما اركب عربيه ب 20000 دولار وعندي زيرو في البنك. لا طبعا انا معاك في دي، بس يعني هي الفكره، الفكره قد ايه بدفع في الشهر لو انا اشتريت العربيه القديمه او لو انا اخذت ليس. الوقت خلص، انا يعني اجري بسرعه. بشكركم جدا 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 على الحلقات الجميله الرائعه اللي اخذنا منها معلومات وخبره منكم. شكرا لك يا مازن جدا، ربنا يباركك. وبشكرك يا سيد كاتو، ربنا يباركك. شكرا اخت امل، رحله الغربه احلى بيسوع. امين. يسوع. امين، ده حقيقي. اعزائي المشاهدين، في نهايه حلقتنا يعني انا بشكركم لمتابعتكم ولاسئلتكم، واتمنى ان احنا نكون جاوبنا على الاسئله بتاعتكم. ولو في اي حاجه ابعتوا لي على الايميل fromlife@karmatv.com او اتصلوا بالكارما، وهنكون برضو بنوصل لكم الاجابه. شكرا ليكم، والى اللقاء في حلقه جديده وبرنامجنا من الحياه.